السلام عليكم. تمام دكتور عبد الله، كده السلايد واضح قدامنا و... عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله دكتورة، يا مرحبا فيك. اهلا جدا وسهلا. واضح، الله يحفظك. تمام، حضرتك ممكن برضو تفتح الكاميرا لو هتفتحها عشان برضو نتأكد ان تفضل، يلا يا الاعدادات. مرحبا. تمام نعم مظبوط، خلاص تمام كده الاعدادات تمام. ان شاء الله 3 دقايق ونبدأ في ميعادنا بإذن الله. بإذن الله تعالى، أنا مستعد، الله يحفظكم. شكرا لك شكرا دكتورة، شكرا ربي لحضرتك. يوفقك خير، الله يحفظكم. نرحب بكم في جامعة ميد أوشن الإمارات، الجامعة الرائدة في برامج التعليم عن بعد، حيث تقدم الجامعة برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في 24 تخصص مختلف، من بينها الإدارة والإعلام والقانون الرقمي والأمن السيبراني وغيرها. السادة الحضور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ندوة اليوم بعنوان أساسيات ريادة الأعمال، يقدمها أستاذ عبد الله الحوطي، مستشار ومدرب في إعداد القيادات والعلاقات العامة والبروتوكول وتنمية الذات، وأيضاً هو عضو مجلس إدارة تطوير المهارات للتدريب والاستشارات، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. أهلاً وسهلاً بك أستاذ عبد الله الحوطي. أيضاً نرحب بعميد كلية الريادة والابتكار بجامعة ميد أوشن دكتور شيرين كدواني. أهلاً وسهلاً بك دكتورة شيرين. السلام عليكم. طبعاً برحب المستشار عبد الله الحوتي، بنشكره جدا على سعة صدره وحسن تعاونه. يمكن من بداية ما وجهنا له الدعوة الحمد لله توافق، يعني وافق وكان معانا. إن شاء الله تكون جلسة سرية. زي ما انتم عارفين طبعا احنا عندنا في الجامعة كلية الريادة والابتكار من الكليات الوليدة، وعندنا ماجستير ريادة الأعمال، فدايما طول الوقت بنحب نعقد ندوات ونستضيف عدد من الخبراء اللي يقدروا يمدوا الطلاب بخبرات عملية من سوق العمل ومن أرض الواقع، بعيدا عن المحاضرات النظرية. وبطبيعة الحال طبعا كلنا عارفين انه ريادة الأعمال عامة توجه عالمي حاليا، وفي فرص كتير يعني، فبالتالي ان شاء الله يكون الحضور معانا كمان من مختلف الكليات ويقدروا ان شاء الله بإذن الله يستفيدوا. فبشكر مستشار عبد الله مرة تانية، وان شاء الله تستمتعوا بالجلسة ان شاء الله، والاستفسارات هتكون في نهاية الجلسة. شكرا جزيلا.
العفو دكتورة، وبارك الله فيكم، وشكرا أنكم منحتونا هذه الفرصة. شكرا أستاذة أميرة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحييكم بأجمل تحية وأعطرها وأرفعها إلى الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا فيكم في دقائق معدودة نقضيها في سياسات بريادة الأعمال بإشراف وتنظيم جامعة الجميع الذكية. أحب أعرفكم بنفسي، ولكن قبل ذلك إذا كان الفيديو والعرض والصورة واضحة للجميع فياليت فقط تعطوني رقم 20 على الشات. جميل، شكرا أستاذ جواهر وفاطمة وعلي وعبد الله، دكتور عبد الله وهدى وسعد ونيفة وعبد الرحمن، شكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. طيب أعرفكم بنفسي، ولو أن ما قصرت أستاذة أميرة، بعرفكم بنفسي بشكل سريع. أنا أخوكم عبد الله الحوطي، مستشار ومدرب في إعداد القيادات العلاقات العامة، حصل درجة ماجستير في إدارة الأعمال، وبدأت حياتي العملية في الخطوط الجوية العربية السعودية قبل أن أنتقل إلى المسار الذهبي الوظيفي في حياتي، وهو شركة سابكة، مسؤول علاقات عامة في شركة حديد سابك، وبعد كذا تدرجت عبر العديد من المناصب القيادية حتى تقاعدت مبكراً في فبراير 2018 على وظيفة مدير إدارة الزوار والمناسبات، وتفرغت بالمجمل للاستشارات والتدريب منذ ذلك التاريخ. أيضاً بالثلاث سنوات الأخيرة كنت مشرف الأندية الأدبية في سابك، مثل التصوير والمسرح والخط والإلقاء والشعر وأيضاً الكتابة، وكانت باكورة إنتاجي في ذلك الوقت رواية بعد 35 عاماً، ونوزع منها بفضل الله تعالى الطبعة السادسة. كتابي الثاني هو من القائد، ونوزع منها أيضاً الطبعة الثانية. كتابي الثالث هو أوراق من الحياة، وعدت فيه إلى علم الرواية مرة أخرى. أما كتابي الأخير في علم الإدارة، وهو خدمة الفائقة التميز. وربما هذه الدورة يعني نقدر نقول العديد من محتواها كان من هذا الكتاب. أيضاً عضو مجلس إدارة شركة زون القابضة الإماراتية للعلاقات العامة منذ عام 2010، وعضو مجلس إدارة شركة تطوير المهارات 2019، وأيضاً عضو مؤسس في عدد من الجمعيات الخاصة بالعلاقات العامة، أيضاً مستشار تنفيذي في عدد من الجهات الخاصة والحكومية في المملكة العربية السعودية، وأيضاً محاضر متعاون في عدد من الجامعات السعودية، وأيضاً جامعتي البحرين وقطر، واليوم نضم جامعة الجميع الذكية إلى القائمة ونتشرف بذلك. حصلت على شهادة مدرب معتمد في الكوتشنج من الاي اي او الأمريكية، وكذلك مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. هذه بعض الدورات اللي يقدمها بالعناوين بالمحاور بالمدد بكذلك الفئات المستهدفة، وكلها تحت أربعة أبواب رئيسية: العلاقات العامة، القيادة، تطوير الذات، وريادة الأعمال، وأيضا بالإضافة إلى خدمة العملاء. وتشرفت أيضا بتقديم عدد من البرامج الخاصة لأبنائي وبناتي الطلبة اللي يعني فئاتهم العمرية بين الثامنة والثانية عشر، والحمد لله أتممت العام الخامس بالتعاون مع جهات كبيرة مثل وزارة التعليم، الهيئة الملكية في الجبيل وسابك، وأيضا عدد من الجمعيات الخيرية، وأتممت التعاون مع حوالي 115 جهة سواء داخل المملكة العربية السعودية وأيضا دول مجلس التعاون. وكانت لي تجربتين خارج دول مجلس التعاون، الأولى في موسكو 2019، والثانية في الغردقة في مصر 2023. يمكن أنا عندي خط مختلف عن باقي الزملاء والزميلات من أخواني وأخواتي المدربين والمدربات، لكني لست بأفضلهم، إنما نحاول أن نكون متفاعلين حتى مع عدد كبير مثل الموجود معنا اليوم. نسأل الله أن نكون نافعين وننقل لكم الفائدة المرجوة. اليوم بنركز بشكل كبير جدا على تحسين المهارات الشخصية، التحديات. لا يخفي عليكم أن هذا البرنامج يعني هو مدة 3 أيام، ولكن حاولت قدر الإمكان أن إن شاء الله يعني نقدم خلاصة الخلاصة من هذا البرنامج، حتى إن شاء الله يعني نظهر بالفائدة المرجوة من هذا البرنامج. في ميثاق دائما بيني وبين المتدربين أعقده، إذا تسمحون لي، يعني الأول أن أعرف أن الجميع تقريبا يشاهدني من خلال شاشة الموبايل، ففقط أرجو أن نغلق جميع التطبيقات، لربما صورة أو معلومة قد تغير حالك من حال إلى حال آخر، وهذا ما حصل لي في كثير من المشاركات السابقة. فالتركيز لمدة ساعتين إن شاء الله ممكن تطلع في بنتيجة مرضية.
الحضور يعني تعاونكم محل تقدير واحترام، خاصة للناس الذي سبقوني أنا شخصيا بحضور اليوم. بالنسبة للوقت إن شاء الله إحنا ما راح يكون عندنا بريك، بنحاول نخلص في حدود إن شاء الله إن شاء الله يعني الساعتين إلى أقل أو أكثر. هذه لا تشمل المحادثات الجانبية ما تقدرون الآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، فحاول أن تحافظ على ابتسامتكم، أنا أشعر فيها وأنا مكاني. طبعا في الأخير راح نخصص وقت للاستشارات إن شاء الله، ولكن إذا كان أي منكم عنده مثلا تعقيب بسيط أو استشارة أو عفوا استفسار بسيط، أنا راح أقرأه بإذن الله تعالى، أرضي فضولك في أي وقت طالما أنه ما يأخذ وقت منا طويل ولا يعطلنا عن مثلا تقديم يعني بعض العناصر الأخرى. هذه الأجندة زي ما حاولت والله قدر الإمكان أن أطلع بخلاصة الخلاصة، وإن شاء الله يا رب أن يعني نظفر إن شاء الله بأفضل بأفضل عناصر الفائدة من هذا البرنامج. نشوف بس الشات على السريع. الله يشرف قدركم جميعا، شكرا جزيلا، النور نوركم يا رب، الله يحفظكم جميعا، شكرا شكرا شكرا. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا، الله يحفظكم يا رب. طيب خلونا ناخذ كذا على السريع، يعني لما نتكلم عن ريادة الأعمال بالنسبة لكم كيف نعرفها أنتم؟ كيف تعرفون ريادة الأعمال؟ نعم، صناعة شيء بطريقة جديدة. ابتكار شيء جديد. نعم نعم صحيح، التميز سوق العمل. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا جميل جدا. أنا كنت ناوي أخذ 3 إجابات، لكن لأن الإجابات جميلة ورائعة والله يعني واصلت القراءة، مرة جميل، برافو عليكم. عملية خلق نوع جديد من المنظمات ذات عطاء، طبعا مختلف، نوعي، إبداعي، ابتكاري، وهكذا. ممكن نقول ريادة الأعمال أيضا تطوير منشأة قائمة، تسريع مثلا الأعمال فيها، تسريع الربحية، تسريع التوسع وهكذا، ولكن عن طريق الابتكار. وكل ذلك طبعا سواء كنا بنخلق نوع جديد من المنظمات أو بنطور منظمات حالية، بنسخر خلالها الفرص المتاحة للتطوير والربحية. طيب إذا إحنا جاوبنا على الأسئلة التالية بنعم، فأنت مستعد وأنت مستعدة للبدء في ريادة الأعمال. خلينا نشوف الأسئلة هذه إيش بالضبط. هل أنت شخص مثابر يتمتع بالصبر والتحمل والقدرة على الحركة؟ هذه مهمة جدا، يعني لازم تقيس هذا الموضوع على نفسك. دائما أقول أنا المشروع هو صديق، يعني علينا أن نتحمل أحيانا تصرفاته الغريبة، صديق حميم جدا، نتحمل تصرفاته الغريبة، نتحمل تقصيره معنا، نتحمل أحيانا الخسائر، نتحمل أحيانا بعده وجفاءه. فعشان كذا تستمر دائما الصداقة بينه وبين الآخرين، الصداقة الحميمة. إذا كنت بتتعامل مع يعني المشروع بهذه الطريقة، فأنت إنسان جاوبت على 10% من قدرتك على أنك تكون رائد أعمال. أيضا هل أنت مفاوض؟ وهذا أمر مهم جدا، هل تتقن فن المفاوضة مع الآخرين؟ وتدخل بعد كذا في قضية الأنماط الشخصية، وكيف ممكن يكون عندك لباقة في الحديث مع الآخرين، وكيف ممكن تجير هذه الصفقة لك، وممكن تمنع الخسارة عن طريق التفاوض مع الآخرين. إذن هل أنت مفاوض؟ وهل أنت عندك صبر ومثابرة وتركيز على الهدف؟ هل لديك فكرة ولا مبسطة؟ أنا ما أطلب منكم أنكم تعملون دراسة جدوى، ولكن على الأقل افهم كيف يعني تكون دراسة الجدوى، أو كيف نبنيها، أو كيف تحصل مثلا على المدخلات الخاصة بدراسة الجدوى. لازم تكلف بجزء من عمل دراسة الجدوى إذا أنت كصاحب مشروع، حتى لو مثلا جبت مكتب مثلا متمكن في هذا الشأن، أو جبت مثلا يعني صديق يعمل على دراسة الجدوى وتمون عليه، أو مؤسسة ما أو غيرها، أو مبادرة حكومية، لابد أنك تساهم في تقديم المعطيات وبناء هذه الدراسة.
هل لديك خبرة بالمشروع الذي ترغب؟ أم أن والله فكرة عجبتك في السوق قلت والله خليني أسوي؟ لا، لابد أن يكون عندك خبرة، يعني عملت في هذا المشروع من قبل عند جهات أخرى، مثلا كنت موظف في شكل مباشر أو غير مباشر في نشاط مشابه لهذا المشروع. لديك معرفة بالجهات التي تتعامل معها، أقصد الجهات الحكومية، المنافسين، خلينا نقول المكملين لك في السوق مثلا، أو الشركاء أو غيرهم. هل أنت تعرف هذه الجهات واللي راح تعمل معاها طول وقت المشروع؟ أيضا هل تعرف الفئة المستهدفة لمشروعك؟ أنت قبل لا تبني المشروع، هل هذا المشروع مخصص لمثلا الأطفال؟ وبعدين والله قلت تعال لا والله ممكن الأطفال ممكن الكبار، لا ما ينفع كذا، أنا مشروعي مخصص لفئة معينة. ممكن يكون مرن ولي والله للطفل ولأمه ولأبوه ولمثلا العائلة كاملة، ممكن تقولي والله فقط مستهدف الشباب اللي هم الشباب، اقصد الـ 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 يعني سواء كان الاولاد والبنات على حده، او مشروع نسائي بالكامل او مشروع رجالي بالكامل. اذا لابد انك تحدد مين الفئه المستهدفه لمشروعك. هذا الموضوع يمكن تغيب فيه المرونه شويه في البدايه خاصه. هل لديك مهاره في اداره المشروعات الصغيره؟ مهم جدا، يعني تعرف مدخلاتها، تعرف خريطه بنائها، تعرف اسرارها، مثل هذه المشروعات اللي بتقوم فيها. هل لديك معرفة بالسوق اللي راح تعمل فيه؟ احنا الآن يعني خلينا نتكلم عن سوق كبير مثل أسواق السعودية والإمارات مثلا. السوق عندنا في الرياض يختلف ترى عن السوق مثلا في المنطقة الشرقية والدمام والخبر. أيضا أتوقع السوق في دبي مو هو نفس السوق في مثلا في خرفكان ولا في الفجيرة، ولا يختلف تماما. مش يختلف كحجم فقط، لا يختلف كمعطيات أيضا في السوق، يختلف كجمهور، يختلف كفئة مستهدفة، يختلف يمكن حتى كإجراءات، يعني يختلف حكومية. هل لديك معرفة بمصادر التمويل؟ إلى الآن جالس تفكر أنت وتقول ما أعرف والله، باخذ قرض، لا والله بتسلف من الوالد، لا والله أنا عندي مدخرات، لا أنا ممكن يكون يعني شراكة بالمجهود. إذا مهم جدا أنك تعرف مصادر التمويل، وتعرف أيضا عند التوسع من وين بتجيب أيضا مصادر أخرى علشان تتوسع في هذا المشروع. أخيرا وليس آخرا، معلوماتك عن التعامل مع الضرائب، الزكاة، التأمينات، الأمور هذه الحساسة جدا، يجب أن تعرف كيف تتعامل معها بشكل أو بآخر. يعني أذكر أنا واحد من الزملاء اللي عنده مركز تدريب يقول لي عبد الله أنا أتعامل مع 17 جهة حكومية، حافظهم تماما، يقول أنا مستعد أسمع لك إياهم الآن، فلان وفلان 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 وهكذا. يعني فيقول الجهة الفلانية تأخذ مني كذا، والجهة الفلانية تعطيني كذا، والجهة الفلانية تعطيني. إذا هو فاهم مع مين يتعامل أثناء بناء المشروع. إذا كان كل منا جاوب بنعم على هذه الأسئلة كلها فأنت مستعد تماما، وعسى الله يوفقك في ريادة الأعمال. طيب احنا بنخلي الأسئلة الاستراتيجية هذه نجود في آخر إن شاء الله. إن شاء الله ما في مشكلة يا أستاذة فاطمة، الله يحييكم. نظرات سريعة فقط على حل الموضوع يا سالم مع زوجتك. ممتاز 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 جدا. طيب الآن ناخذ حاجة اسمها خصائص أو ميزات ريادة الأعمال. أول شيء تدعم دائما حكوماتنا الرشيدة ريادة الأعمال. ليش؟ لأنها تساهم في رفع المستوى المادي للفرد أو للدولة بشكل غير مباشر، أيضا تحقق لك الرضا الوظيفي. الكثير من رواد الأعمال مرتاح أمانة بقضية والله الكرت والبصمة والتوقيع والأمور هذه كلها، يعني عنده رضا نقدر نقول أفضل من الموظف في حال طبعا المشروع كان ماشي بشكل مستقر. أيضا تدعم حكوماتنا الرشيدة ريادة الأعمال، لها تدعم أيضا المنتجات المحلية. عادة اللي يكون المواطن أو المقيم الذي يعمل على ريادة الأعمال، هدف الحكومة من دعم هذا الموضوع أنها تنوع طبعا في المنتجات الحكوميه وتدعمها بشكل كبير، رفع مستوى الدخل القومي قلنا قبل شوي بطريقه غير مباشره للحكومات والدول. ايضا التنافسيه، والتنافسيه معناتها تساوي الابتكار والابداع، طالما في تنافس معناتها في يعني عندنا نوع من الابداع في منتجاتنا. لو لم يبدع رائد الاعمال لم يكن يتجاوز مثلا منافسيه وكذلك يعني أقرانه في السوق. فلذلك خلقت التنافسية لكي نحصل على منتجات أفضل وأفضل، وحتى من ناحية التسعير توفير منتجات وخدمات عديدة. طبعا
يختلف الوضع لما نقول والله شركه مثل ادنوك ولا شركه مثل سابك فقط تركز على البترول وهنا تركز على البتروكيماويات ولا لا، هنا لا، احنا نتكلم عن لما الفرد انا واحمد وخالد وسعاد ومحمد وهي كلنا عندنا يعني منتجات مختلفه، فبالتالي راح يكون عندنا تنوع وخدمات عديده يستفيد منها طبعا المستهلك النهائي. ايضا الاستقلاليه زي ما ذكرنا يعني مرادف تقريبا للرضا الوظيفي، انك مستقل بذاتك، قرارك عندك، حضورك وانصرافك عندك وغيرها من الامور، وهذا يحقق رضا كبير جدا لذاتك. واخيرا دعم المواهب امر مهم جدا، ولذلك تجد دائما يحصل على الرضا اكثر شيء اللي هو عنده موهبه مثلا في امر ما، والله يا اخي عندي موهبه في قضيه الرسم، اذا راح افتح لي مثلا والله انا مؤسسه ابيع منها رسوماتي واسوقها، انا والله عندي تطبيق معين ارى انه ممكن يخدمني ويخدم السوق، هذه موهبه بالنسبه له، وهكذا. فهي تدعم المواهب، ورأينا الحمد لله يعني خلنا نقول في من الخمس إلى عشر سنوات الأخيرة عديد من المواهب يعني غزت السوق، كانت مدفونة سابقا ولكن ريادة الأعمال أعطتها الفرصة أنها تنمو وتبتكر وتظهر لنا بشكل جلي. مسؤولياتنا الآن كرواد أعمال إيش هي؟ نقول أول شيء المحافظة على تلك المواهب. الآن موهبة وإن كثرت وإن رأيناها فهي ما زالت عملة نادرة، يعني مثل اللاعب الهداف الآن الموهوب المفروض تحافظ عليه صراحة، وحتى أحيانا لا يمكن تحافظ عليه من خلال حتى يعني زيادة راتبه، يحتاج إلى ميزات أخرى عشان يبقى معك وتحقق معه الاستدامة، يعني طالما الموهوب معك معناته أنت مكانتك في السوق دائما يعني فوق المنافسين. الترويج بإبداع، الترويج بالطريقة التقليدية لم تعد الآن يعني نقدر نقول عنها مجدية في الفترة الحالية، عليك أنك تستخدم التقنية، عليك أنك تستخدم طرق أخرى ومبتكرة، والكثير ما شاء الله صاروا ينقلون مثلا تجارب من أمريكا ومن أوروبا إلى السوق الخليجي والعربي بهدف أن نروج بشكل أكبر لمنتجاتنا، وهذا أمر جيد، ولكن ما زال عندنا الحمد لله عقولنا العربية قادرة أنها يعني تبدع في هذا الترويج وأيضا يعني تنوع في الطريقة. البحث الدائم عن الموارد أمر مهم جدا، لا تعتقد أنك أن النجاح في البداية يضمن لك الاستمرار، يجب عليك دائما أن تبحث عن موارد، سواء كانت الموارد من ناحية المالية أو كذلك الموارد البشرية اللي تضمن لك أنها الاستمرارية في البقاء دائما على قمة السوق. استخدام التكنولوجيا بالإنتاج أمر صار ملزم صراحة لنا كلنا، سواء كان عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو عن طريق التداول بالإنترنت أو شبكات التواصل الإلكترونية أو غيرها، فلا بد أنك تستخدم التكنولوجيا طبعا بلا شك، أنها بالإضافة إلى أنها تسرع عملية الإنتاجية إلا أنها أيضا تساهم بكل تأكيد بخفض التكاليف عندك بشكل كبير. التكنولوجيا باستطاعتها أن تشتغل 24 ساعة معك عكس المورد البشري، يعني ولا أفضلها عليه لكن أقول هذه واحدة من ميزاتها. إيجاد طبعا الفرص الجديدة، هذه مسؤوليتك أنت كرائد أعمال. اليوم والله أنا موجود في مدينة مثل أو إمارة مثل الفجيرة، لا أكتفي بذلك في حال النجاح، علي أن أفكر جليا في التوسع الاستراتيجي سواء كان في فروع في داخل الإمارة أو في إمارة أخرى، وبعد كذا إن شاء الله خليجيا وإلى أوسع من ذلك. نشوف حاجة اسمها الآن أساسيات أو أسس في ريادة الأعمال، وهي ليست كثيرة، الأسس دائما ما تكون يعني كثيرة المحاور ولكنها تكون عميقة جدا، ومن غيرها لا يمكن أن يبدأ رائد الأعمال في مشروعه أو الاستمرار فيه. أول شيء أنك تعرف وين وجهتك بدقة. يوم يا أخي أنا أبدأ الآن وأنا موجود مثلا في المنطقة الشرقية في السعودية، طيب أنا وجهتي الآن أني أستمر مثلا في مدينة مثل الخبر، وبعد 3 شهور والله قلت ليه ما أطلع إلى الرياض يا أخي، لا أنا قادر أني أتوسع في الإمارات. شوفوا كيف العشوائية في هذا الموضوع ممكن تضيع منك يعني جميع الفرص، وممكن ترجع للمربع الأول تكون خسرت المال وخسرت الوقت بشكل كبير بالإضافة للجهد. عليك أنك تحدد أنا وجهتي الاستراتيجية 3 سنوات قادمة وين بكون بالضبط، وبعد كذا أنتقل إلى مسار آخر. وكثير للأسف من اللي انصدموا في الكورونا ولو أن حدث استثنائي في حياتنا لكنهم كانوا بهذه الطريقة، يعني توسعوا بشكل يعني عشوائي
ولذلك لما جات يعني خلينا نقول الجائحة أو جات الأزمة للأسف لم يجدوا مثلا رأس مال احتياطي على أساس أنه يوفي معاهم، ولذلك للأسف خرجوا من السوق. ولكن نقول مهم جدا موضوعنا، أنه مهم جدا أنك تعرف وجهتك بدقة منذ البداية. الاهتمام باستغلال الموارد المتوفرة أمر مهم جدا. أذكر يعني جاتني مرة استشارة لمدير علاقات عامة في إحدى الجهات في السعودية، فقال لي أنا يا أخي ما يعطوني ميزانيات. طيب خلينا نشوف إيش وضعك بالضبط يعني. فقال قلت له كم موظف عندك؟ قال لي 3. توش سوون؟ قال لي هذا يا أخي ماسك البروتوكول، وهذا ماسك تنظيم المناسبات، وهذا ماسك الإعلام. قلت له هذا مين؟ قال لي هذا السكرتير. قلت له ليه ما يعرف السكرتير يعمل الأشياء هذه؟ ليش لما يغيب عندك موظف ليش ما يغطي واحد مكانه؟ لماذا 3 ما يعرفون أعمال بعض؟ علشان بنسبة 30% يغطوا بعض غاب واحد من إجازة. قلت له أنت ليه ما تدخل معاهم في الميدان؟ هو اللي شاطر بس مدير وخلاص. فهذه من الأشياء المهمة جدا اللي المفروض أن نعرف كيف ندير مواردنا. ريادة الأعمال تحتم عليك أكثر، معك ترى خلنا نقول ظهر قوي، أنت مستند على هيئة حكومية ولا مستند على شركة، أنت مستند على ظهرك فقط. إذا أنت ما تعرف كيف تدير الموارد اللي عندك بشكل صحيح، ممكن للأسف تخرج من السوق بسرعة. التوافق مع احتياجات العميل أمر مهم جدا. الشوكولات هذه صح أنا عجبتني، يعني أنا من الناس اللي ما يحب الشوكولات الأبيض، طيب بس مو معناته إني ما أبيعه يعني. طيب والعملاء اللي يحبونه؟ طيب يعني هذه من الأشياء أيضا اللي للأسف يكون عند البعض يعني ثقة زايدة في ذوقه يعني على السوق. لا، أنت تشوف ما إيش يبغى العميل وتبيع له فقط، ما تطلع من هذه الدائرة نهائيا. فطبعا بنتكلم بعد كذا عن الاستبيانات وكيف أصل لاحتياجات العميل وغيرها من الأمور. طيب خلونا ناخذ معاكم كذا الحين، إيش السمات المفروض تكون في صاحب المشروع الناجح من وجهة نظركم؟ خلنا نأخذ كذا 5 إجابات. توليد الأفكار فاطمة، شهد الصبر، أم همس الصبر والتكرار، همام القيادة، برافو ما شاء الله عليكم، المصداقية لطيفة، خلود القيادة، تهاني لا يوفق قيادة بعد مشت ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، برافو كلها صحيحة ما شاء الله تبارك الرحمن. خلينا نشوفها. طيب الخبرة والقدرة على المتابعة، أنت كقائد صاحب المشروع ترى قائد يعني مدير، هذا من الآخر لكن يفضل أن يكون قائد طبعا. الخبرة والقدرة على المتابعة، ترى شغلكم أنتم كقادة أو أصحاب مشاريع أن يكون عندك متابعة كبيرة جدا. اليوم مثلا يعني خلينا نأخذ اسم كذا، مثلا أستاذة هلا هي رئيسي المباشر وقالت لي عبد الله عليك أنك تنهي هذه المهمة في 10 أيام. قلت لها أبشري طال عمرك. لما انتهت ال10 أيام ولا خلصت، الملام مش عبد الله، الملام استاذة هلا. كان المفروض بعد 3 أيام تجي تقول لي عبد الله ترى أنت المفروض أنهيت 30%، لكن أنا ما أشوف كنهيت إلا 15. في عندك مشكلة، تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى مساندة، تحتاج إلى ميزانية، إيش بالضبط العوائق اللي عندك ما خليتك تكمل ال15؟ عندك تقصير، إذا بفرض عليك مثلا إنه يكون في عليك عقوبة أو يكون عليك حاجة. إذا المفهوم تمام. بعد 6 أيام عبد الله أنت وصلت 60%، بس أنت واصل 70%، إذا والله هذا حافز كبير جدا إذا أنهيت المشروع بأقل من 10 أيام. وهكذا هو دور القائد، إنه يتابع دائما، ما يدخل بالإجراءات لكنه يتابع. الإلمام بالقوانين والضرائب والتأمينات، ولا تذكرون الصاحبي اللي قلت لكم يعرف 17 جهة يتعامل معها؟ عليك أنك تكون مثله تماما، وعليك أختي أنك تكوني مثله كذا. تعرفون إيش الجهات اللي قاعدة مكتوبة عندك على مكتبك على خلفية اللابتوب معروفة كل هذه اللي بتتعامل معها، وتعلمها أفراد فريقك. ترى جماعة مو هو ترى والله في حوادث مؤلمة جدا يعني عندنا في السعودية على الأقل، يعني الأنظمة والإجراءات تتغير كل فترة تتحدث، وكل تأكيد هم يقولون لك ترى تحدثت الأمور هذه. أحيانا يعني تنصدم تشعر أنه والله أنت ربحت مبلغ وقدره ونسيت موضوع الضرائب والتأمينات وفي لوائح وكذا، وتنصدم أن صرت مطلوب بدل ما كنت مبسوط بالربحية. ليش؟
لأن للأسف ما كنت عامل حسابك لهذه الأمور اللي أنت خلينا نقول تجاهلتها أو تناسيتها من البداية. الأمر الثالث، تجارب الآخرين وخبرات الآخرين. عادة رائد الأعمال الناجح يكون عنده احتكاك قوي جدا مع الخبرات، ولا ويكون عمل معاهم أيضا. أمانة إذا أنت بتبدأ في مشروع ما عندك خبرة فيه، لا تحاول، اشتغل حتى لو مجانا يا أخي، احتك فيهم باستمرار واعرف الطريقة. وأنا دائما عندي كلمة وقلتها قبل كذا في لقاءاتي وفي أيضا تغريداتي، قلت ترى الناس اللي حولك يحبون لك الخير أكثر بكثير من الناس الذين لا يهتمون لأمرك. ترى والله كثير اللي يحبون لكم الخير، لكن اسألوا وشاوروا وغير، يعني ضروري جدا أن يكون عندنا دائما معرفة بالإجراءات والطريقة والخبرات في الناس اللي حولنا وكيف نجحوا، كيف تكسب الأصدقاء وكيف تكون إنسان مؤثر. هذا أمر لابد منه بالتعامل مع عملاء صعبين وأنماط مختلفة، فلذلك لابد أن يعني يكون عندك ملكة في الحوار وطريقة ولباقة فمهم جدا أنك تعرف كيف تكون إنسان صديق للكل وتكون مؤثر في الآخرين، بتكون طيب، بتكون حبيب، بتكون مبتسم وهكذا. لديه القدرة على التخطيط والقيادة. شوفوا هذه أول مرة بتجي معانا، أو ثاني مرة عفوا تجي معانا كلمة التخطيط، لكنها بتتكرر معنا كثيرة، وبقول هالجملة هذه أكثر من مرة. الذي لا يخطط ماذا سيفعل في يومه لا يمكن أن يكون قائد أو رائد أعمال. إذا مهم جدا عليك أنك تعرف وش خطتك اليوم، وش خطتك الأسبوع، وش خطتك الشهر الجاي، وش خطتك طبعا سنة وثلاث وخمس وهكذا. لازم تكون مكتوبة طبعا. دبلوماسي، متعاون، حبيب، مبتسم. لما نقول متعاون ومرن ما نقول يتنازل، لا، متعاون. يعني في كلمة دائما أرددها وجميلة جدا قالها لي واحد من أصحاب المراكز التدريبية لما تفاوضنا، قال لي عبد الله لا أنا أخسر ولا أنت تخسر. لما وصلنا عند خلاص يعني لازم ناخذ قرار، قال لا انا اخسر. ممتاز جدا يا اخي، لا تجور على الاخرين ولا تجعل الاخرين يجرون على حقوقك. دائما الدبلوماسيه خليك دائما على خط متوازن مع الاخرين. يجيد التعامل مع الانماط المختلفه امر مهم جدا، وهذه تاتي بالخبره وبالطريقه وبالصبر وبالملاحظه الدائمه لتصرفات الاخرين وكيف طريقتهم. كثير طبعا من اصحابنا تيجي تقول له ليش تصرف كذا، قال لا هو ترى كذا بس انه حبيب ترى، ها هو والله يا اخي صوته شوي عالي بس والله لو عرفته. هذا الانسان اللي يعرف يعني كيف يتعامل مع الاخرين وكيف يعرف مثلا طريقتهم بالحياه واسلوبهم وكذا، قد لا يعجبك اسلوبهم، ولكن عليك انك تتعامل معه. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فبالتالي من المهم جدا انك تعرف كيف تتعامل، ما اقول لك انا صادق، لكن كيف تتعامل مع الاخرين. هذا فيما يخص السمات و غيرها. طيب إذا في أي سؤال أو نكمل أعطوني 20. الله يرزقكم إن شاء الله 20 مليار دولار وأنتم بخير وصحة وسلامة. تمام يا رب يا كريم. طيب في معركة اسمها سرية ذات السلاسل، طبعا تختلف تماما عن معركة ذات السلاسل اللي حدثت مع الفرس، هذه معركة أخرى تماما. والسرية نقصد فيها المعركة الخفيفة دائما، اللي يكون ضربة كذا، ما هو يعني ما هي معركة يتم الاستعداد لها في أسابيع وشهور وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان راجع من معركة خيبر، ولما وصل للمدينة شعر بأن قوم من بني قضاعة من اليهود يبون يغزون المدينة، فأرسل لهم 200 مقاتل وأمر عليهم في ذلك الوقت الصحابي الجليل عمرو بن العاص. طبعا عمرو بن العاص أنا أراه يعني بالنسبة لي هو يعني أفضل قائد بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام في البشرية كلها يعني. ومن يقرأ في سيرة هذا الصحابي الجليل سيعرف أن القيادة
مو هم معناته فقط قتال وانتصار، قيادة أيضا عملية يعني حوار وتفاوض ودهاء وغيرها من الأمور. على العموم، وصل عمرو بن العاص إلى أرض المعركة، ولكنه لم يدخل بالقتال ولم يقابل العدو. قرأ المعركة بشكل سريع وأرسل للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب المدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل له 300 مقاتل وأمر عليهم أبو عبيدة بن الجراح. طبعاً كان هذا هو ما لدى النبي عليه الصلاة والسلام من جيش ذاك الوقت يعني. طبعاً طلب من أبو عبيدة بن الجراح أن يذهب لعمر بن العاص، وعطاه كذا النبي عليه الصلاة والسلام خطاب بسيط جداً أو وصية بسيطة: اذهب إلى عمر ولا تختلف. كذا يعني، كان فقط الوصايا. طبعاً الغريب في الأمر أن كان في جيش أبو عبيدة بن الجراح اثنين من كبار 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 يعني رجال المسلمين: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، الرجل الثاني والثالث في الإسلام، لكن كانوا جنود، ما كانوا قادة. يعني ذاك الوقت ما كان فيه ترى أبغى أصير مدير وأبغى أصير رئيس قسم، لا، اللي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام يمشي. فكانوا جنود عند أبو عبيدة بن الجراح. طبعا وصل أبو عبيدة بن الجراح عند عمرو بن العاص وطلب منه القيادة. يعني قال عمرو بن العاص، عفوا، أبو عبيدة بن الجراح قال: أنا سأقود الجيش. فرفض عمرو بن العاص، قال: لا، أنا اللي سأقود الجيش. فتذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام أبو عبيدة بن الجراح، قال: هي لك، يعني قال: القيادة لك. انتهى، ما قاعد يحاور ولا جلس يناقش في الموضوع. ويعني أمانة هو من حقه أبو عبيدة بن الجراح أن يكون قائد، لأنه عنده ثقل ممثل في أبو بكر وعمر، وعنده أيضا 300 مقاتل، وأيضا المكانة لأبو عبيدة بن الجراح عند النبي عليه الصلاة والسلام أعلى من مكانة عمرو بن العاص. فمع ذلك سلم القيادة لعمرو بن العاص. فقام عمرو بن العاص يعمل أشياء غريبة في المعركة. يعني مثلا كان يسري بالليل ويتخفى بالنهار، وهذا أمر صعب جدا كان على المسلمين ذاك الوقت. وأيضا لما طلبوا يشعلوا النار عشان يتدفئون المسلمين، رفض، قال: لن تشعل النار. فقاموا ووسطوا أبو بكر بن الصديق على أساس أنه يعني يشعلون النيران ويتدفون، رفض وساطة أبو بكر الصديق. تخيلوا، تواجه الجيشان وانتصر المسلمين بفضل الله تعالى. وطبعا عند الانتصار أفضل شيء يحصل عليه الجيش بعد الانتصار اللي هو الغنائم. تخيلوا، عمرو العاص رفض أنه يأخذ الغنائم ورجع مباشرة للمدينة، قال: يعود الجيش كل المدينة. المسلمين عادوا بين يعني مشاعر مختلطة بين الانتصار وفرحته، وبين أيضا يعني عندهم عتب شوية على القائد عمرو بن العاص أن عمل معهم الأشياء هذه اللي أرهقتهم كثير يعني. فالبعضهم شكوا عمرو بن العاص عند النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشرب العدل، فرفض أن يعني يسمع من طرف واحد. ف يعني وصى أن يعني يحضر عمرو بن العاص عنده وسأله: لماذا فعلت كذا وكذا وكذا؟ فقال: يا نبي الله، جيش العدو يفوقنا عدة وعتاد حتى بعد المدد، يعني هم ما زالوا أكثر، فخشيت أن يظهر رقمنا عندهم فينقضوا علينا ويهزمونا ويعرفون أسرارنا. ولذات السبب أنا رفضت أن تشعل النيران. قال: طيب الغنائم؟ قال: يا نبي الله، كانوا أقرب لقومهم، فخشيت وإحنا نلم الغنائم أن يطلبون المدد فيقضون على المسلمين. وكانت روح المسلم عندي أغلى بكثير، روح المسلم الواحد أغلى بكثير من الغنائم. فشكره النبي عليه الصلاة والسلام على صنيعه. إذن على رائد الأعمال أن يتخذ القرارات السليمة. القرار عرف على أنه اختيار من ضمن عدة بدائل، ولو قلت القرار هو اختيار لكفى يعني. إحنا كل حياتنا ترى اختيارات، يعني ما في حاجة اسمها تروح مباشرة على خط واحد أو على خيار واحد، ما في نهائيا. أنت تبغى تصحى الساعة 6 ولا 7، تبغى تصلي الفجر ولا تنام عنها، تبغى تأكل الحين ولا بعدين، تبغى تلبس اللون هذا ولا هذا، أنت براحتك. هي خيارات. كل هذه أمر يعني فيها كثير من المرونة، ولكن في القرارات الاستراتيجية لا، يجب أن تكون أكثر صرامة مع حالك. ولذلك أنا حطيت 7 عناصر مهمة جدا في القرارات السليمة الاستراتيجية. أولها التوقف. لا تأخذ القرار الاستراتيجي وكأنك حكم كرة قدم: صفر وتأخذ قرض، صفر وتتوسع، صفر وتتزوج، صفر وتشتري البيت.
خطأ كبير جدا. والحمد لله اللي الله أنعم علينا بنعمة الاستخارة، وهي طبعا يعني أنك تستخير يعني الله سبحانه وتعالى، فهو أمر يعني بكل تأكيد رميت المسؤولية عنك وفوضت أمرك ووكلته إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أمر جميل جدا أنصحكم فيه وأسأله مجرب. يعني دائما أقول الاستخارة أمر جيد جدا. إذن الخطوة الأولى أنك ما تأخذ قرار بشكل مباشر. الأمر الآخر النظر، دائما لازم يكون عندك بعد نظر. يا أخي أنا إذا توسعت الآن في هذا أو مثلا فتحت مثلا خلينا نقول كافي شوب مثلا، يا أخي ترى الآن في السعودية في عندنا 27,000 مقهى، يعني تخيلوا. فأنت بتكون 27,000 واحد، عندك قدرة أنك تنافس، عندك الأدوات، عندك يعني عندك بعد نظر. هل أنا بعد 3 سنوات فعلا ممكن أستمر في ذات المكان؟ هل أنا بعد 3 سنوات قادر أني أسدد هذا الإيجار؟ هل أنا بعد 3 سنوات أضمن أن ما يجون منافسين جنبي مثلا، وعندي القدرة وعندي قدرة تمويلية العالية جدا أني أستمر في هذا الموقع؟ هنا يفترض أن يكون الواحد مستعد لهذا الموضوع من خلال بعد النظر دائما. وينطبق هذا الأمر على شراء بيت وزواج وتخصص وغيرها من الأمور. الإنصات أمر مهم جدا. أنا لما تقاعدت من سابق سألت 8، سألت ناس أكبر مني عشان أحصل على التجربة، وسألت ناس أصغر مني حتى أخذ منهم الحافز وأيضا الأساليب الإلكترونية الجديدة في التسويق لذاتي، وسألت الناس اللي في مثل مرحلتي العمرية وظروفي حتى يرشدوني على فرص تشابه الفرص اللي عندهم. وأنتم كذلك يجب أن تنصتوا مرة ثانية وأكرر هذه الجملة، الناس اللي حولك يحبون لك الخير أكثر بكثير من الناس الذين لا يهتمون لأمرك. في كتابي من القائد في قصة جميلة أوردتها في هذا الكتاب، سميتها أم غيرت أمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في معركة خيبر ومعركة صلح الحديبية، حدث أمر جلل ذاك الوقت. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر للمسلمين ويأمرهم بأمر وكانوا لا يردون عليه، ودخل على أمنا أم سلمة وكان غاضب جدا، فقالت ما بك يا نبي الله؟ فقال أطلب منهم أنهم يحلقون وينحرون ولا يفعلون. وهو أمر جلل فعلا، يعني أنك ما ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول لبيك يا رسول الله، ولا تقول حاجة، هذا أمر جلل يعتبر في ذاك الوقت. فنصحتها أو عطتها النصيحة أمنا مسألة، أنت يا نبي الله انحر واحلق وسيفعلون. وفعلا خرج لهم ونحر وحلق وفعلوا بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أزواجه ويستشير صحابته والناس اللي أصغر منا، فنحن حاليا بنا أن أيضا نستشير الناس اللي حولنا في أي قرار وعمل نقوم فيه. التفكير أنا وضعته بين الثلاث الأولى والثلاث الأخيرة، أنه هو محور دائما القرار الاستراتيجي. ونقول دائما يعني التفكير هو من الهبات اللي منحنا الله إياها إحنا بنو البشر، لم يمنحها لغيرنا، فعلينا نستغلها بشكل صحيح. يعني العقل البشري كبير جدا في عطائه، وممكن يعني وكثير من الإعجاز اللي الله خلق لنا إياه من خلال العقل البشري. فنقول دائما أقول حق البعض لما يسألني يقول عبد الله أنا تعبت من التفكير، أقول أتعب يومين فكر أحسن ما تبكي بعد 5 سنوات على قرار كان المفروض أنك تفكر فيه. المعلومات يعني بحسبة بسيطة، لو لم يكن عند الصحابي عمرو بن العاص المعلومات عن الجيش العدو، كيف كان بينتصر المعركة؟ يا جماعة عنده العدد وعنده العدة، أقصد حق جيش العدو مش المسلمين، وعنده المكان وعنده الأبعاد حقت المكان إنهم يبعدون كذا وإحنا نبعد كذا، وعنده الأماكن اللي بيتخبى فيها وعنده الأماكن اللي بيسري فيها، يعني وعارف كيف يشاهد العدو. كل هذه معلومات خدمت هدفه في الانتصار في المعركة. فلذلك دائما خذ المعلومات من مصدر صحيح. يا أخي والنعم في عبد الله الحواطي ما عندك مشكلة، ولكن مهم جدا أنك تأخذ المعلومات المختومة الموثوقة من مصدرها الصحيح حتى تبدأ في مشروعك. التوقيت المناسب، مثل ما التأني أمر مهم جدا في القرار، أيضا تأخيره ممكن يضيع عليك فرص كبيرة، فعليك أن تكون بين تلك وبين هذه وتلك بينهم، وتضبط أيضا متى تختار القرار والبيع والشراء في الوقت الصحيح. القياس والتنبؤ، أكيد أن مشروعك أو فكرتك أو طريقتك ليست الوحيدة في العالم، عليك أنك تشوف كيف التجارب السابقة وتقيس عليها
في كثير من الناس في مثل عمرك ومثل طريقتك ومثل يعني راس مالك ومثل مشروع قامه فيها اما في دولتك او في دوله اخرى، عليك انك تبحث وتشوف كيف كان مشروع. خلينا نشوف الشات بشكل سريع. جميل، يعني تقريبا ما في حاجه، يعني جزاكم الله خير، شكرا لكم. طيب كيف تتغلب على المشكلات في الإدارة والمشروعات الصغيرة؟ نأخذ كذا أول شيء طبعا من خلال تحديد الفرص المتاحة. يعني اسأل نفسك في إنشاء مشروع صغير، كم سيبلغ عدد السكان في مكان مستهدف مثلا خلال 10 سنوات؟ يعني مثلا حين الرياض ما شاء الله 8 مليون تقريبا عدد السكان، لو كان التضخم في الرياض 10% كل سنة، معناتها احنا بعد 10 سنوات مقبلين على 8 مليون اخرى. يعني معناته السنة الجاية بيكون عدد سكان الرياض 8,800,000. يعني خلنا نقول ان شمال الرياض لو كان فيه مثلا 100,000، السنة الجاية بيكون 110 في منطقة ما في شمال الرياض. اذا علي ان اخذ حسابي، ترى اذا انا مثلا عندي مرونة في منتجي، ترى ممكن ابيع منه 10% زيادة. يعني لازم تقيس مثلا، وهذه المعلومات موجودة في هيئة الإحصاء سواء كانت في السعودية أو الإمارات أو غيرها، فعليك أنك تعرف هذا الموضوع إذا كان الشريعة حقتك مش شركات أفراد مثلا. المنتج أو الخدمة اللي تستطيع أنك تقدمها أمر مهم جدا، وأسرارها وطريقتها ومن وين بتجيبها، وهل مصدرك داخل ولا في الصين ولا غيرها، كم ستكون قيمة المنتج، هل هو يعني متوافق. إحنا مثلا نقول لكم في السعودية في الجبيل يكون التنافس مثلا في 10 أو 20 ريال، والدمام أقل، والرياض يكون بالهلل لأن التنافس عالي جدا. فلذلك لازم تقرأ السوق حقك وتشوف كيف ممكن الأرباح المتوقعة من خلال الأسئلة السابقة، عليك أنك تعرفها كم أرباح المتوقعة، وأيضا بجانبها هل لا قدر الله ممكن تكون خسائر. أيضا التخطيط شوفه يتكرر، ما زال يتكرر معانا، مهم جدا. إذا كان عندنا مشكلة في أن احنا نخطط، أنك تفهم الأسباب المحددة لنقص التغيير. لماذا لا نخطط؟ هل هو العيب مني أنا كرائد أعمال، ولا العيب في فريقي مثلاً اللي يشتغل معاي، أو العيب في غياب الأدوات الخاصة بالتخطيط؟ أيضاً أنك تقتنع في داخلك أن التخطيط السليم، مثل ما نقتنع أن مثلاً الرياضة شيء ترى مهم في حياتي، مثلاً أن الأكل السليم شيء مهم في حياتي، أيضاً علي أني أقتنع في داخلي وفي قلبي وعقلي أن التخطيط هو أمر من أساسيات النجاح في حياتي العملية أو الخاصة. أيضاً أن تعرف أو تكسب المعرفة بأساليب التخطيط لتنافس ظروف المنشآت الصغيرة، هل هي مثلاً سبورة، هل هي والله أبليكيشن، هل هي وش الأساليب اللي مفروض أنا أتبعها وتناسبني وتناسب فريق العمل. التنظيم أمر مهم جدا. من سمات القائد الأولى دائما لما أتكلم أنا في كورساتي بناء الفكر القيادي، أقول أول شيء التنظيم والدقة لازم تكون عند القائد. وأنا على فكرة من الناس الذين لا أطالب بشيء في الحياة اسمه 100%، لأن في الجنة عسى الله يرزقنا والديكم، لكن نقول خلك منظم ودقيق. 80% من حياتك ترك إنسان رائع، إلا إنسان فوق العادة من الروعة، يعني جدا 80% منظم. طيب احنا ظروفنا القوية تدخل علينا باستمرار، ظروفنا القاهرة موجودة باستمرار، فلذلك نقول احنا دائما مدامك تحب انك تكون منظم ووصلت الى 80-70% فانت في معدل رائع جدا. الاستخدام الانساني للموارد البشرية، شوف انت انسان استثمرت في مشروعك، ما عندي مشكلة، ممتاز جدا، استثمار حطيت فلوس، تبغى تداوم 16-17 ساعة من حقك، أنا مشروعك وابنك قاعد تربيه، لكن مو من حقك أنك تفرض على أفراد الفريق هذا الموضوع إلا بالتراضي، وأنهم بيأخذون تعويض كافي، وأنهم لديهم الرغبة في العمل لهذه الساعات. غير كذا أنت تستخدمهم بطريقة لا إنسانية. فعلينا أن نكون متوازنين في هذا الموضوع. التقسيم المناسب، لابد أن يكون في هيكل واضح، أنت رئيس وتحتك نائب، وهنا في سكرتارية، وحتى لا تقولوا لي عبد الله احنا لسه تونا وعلى قدنا وكذا، لا لا لا، الهيكل حتى لو يظل الأماكن هذه فاضية تعبيها بعدين، لكن هذا ترى هيكلنا، كن منظم أمام أفراد فريقك وأمام الجهات الأخرى حتى لو عرفوا مثلا. أيضا وحدة القيادة، أحيانا
والله دائما يعني يكون احنا مثلا موظفين وعندنا مثلا يعني بزنس خاص، فلو انت ما راح تكون معاهم مثلا موجود مرتبط مثلا بوظيفه او بسفر، لابد ان يكون في قائد لما احد يزور لعملائك. لا تقول لهم روح حق العميل وانتهى، لا، ترى انت يا هيفا ترى انت القائد، انت يا خالد انت القائد، ولو مثلا بعدين ممكن يتغير هذا الموضوع وهكذا. فلا بد ان يروحون امام العميل يكون شكلهم منظم، وان الحديث عند واحد من الفريق وهكذا. التوازن بين السلطه والمسؤوليه، كلهم تحتاجهم، كلهم تحتاجهم، تحتاج السلطه علشان تفرض مثلا قيود معينه، تحد من الخسائر، التسيب، غيرها. والجانب الاخر النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلكم راع، اول شيء كلكم راع، ها، وكلكم مسؤول عن رعيته. ترى رعيتك مش فقط زوجتك وابنائك ولا عيالك الصغار، لا والله رعيتك حتى الناس اللي يشتغلون معك تراك مسؤول عليهم عند الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا بين هذه وتلك. أيضا درجة مناسبة من التفويض أمر مهم جدا، ودائما نقول التفويض لمن لديه الخبرة والقدرة، مش فقط تفويض والله من لديه درجة علمية عالية، من لديه من والله كبير في السن احترمه، لا لا لا، دائما نقول التفويض دائما لمن لديه الخبرة والقدرة. الرقابة والتحسين رقم 4، معايير واضحة كيف مثلا أحسن من الأداء، وهذه أنت ترصدها بنفسك يا رائد الأعمال. قياس الأداء من فترة إلى فترة أمر مهم جدا، كيف وصلنا، والله وصلنا للتارجت، وصلنا لأهدافنا، هل إحنا متوافقين مع رسالتنا ورؤيتنا وهكذا. تطبيق إجراءات التصحيح كل فترة، ذكرت المثال اللي بيني وبين أستاذة هلا قبل شوية في أنها قائد وأنا مثلا أحد أعضاء الفريق، وكيف مثلا أصحح هذا الأداء، إما والله أصححه بالدعم والمساندة، وإما أصححه بإجراء ربما يكون قاسي على الموظف، ولكن أنا الموظف يتكاسل ويعيقني عن أهداف المنظمة، يجب أن أخذ معه إجراء. فهذا أيضا نوع من إجراءات التصحيح، وأيضا أن ماشي الخطة مع الأداء بالضبط، ما يكون فيها يعني إن سبق الأداء الخطة فهذا أمر جيد، مع الكفاءة مع الجودة ممتاز جدا، ولكن أن تتأخر هذا أمر غير مقبول. قبل نروح حق النقطة الثانية أو التالية، أحب بس أقول لكم، خلينا نشوف الشات على السريع. أي طبعا اللي عنده مشكلة في الصوت يطلع ويدخل، راح أرد يا أستاذة أم همس بعد نهاية إن شاء الله في وقت الأسئلة. بس عندي رسالة بسيطة قبل لا أكمل، إحنا تقريبا تناصفنا في الوقت، بقول لك بعدين يا أستاذة هند، ذكريني في آخر أبشر إن شاء الله. الناس اللي قاعدة تصور الآن الشاشة هذه أو تكتب، أقول لكم لا تصورون ولا تكتبون، لا تعبوا نفسكم، أنا بإذن الله تعالى هذا العرض هو هدية مني لكم، بعد نهاية أبشر راح أسلمها حق الدكتورة شيرين إن شاء الله، وهي توزع عليكم طريقتكم، ما نبغى منكم غير الدعاء لأخوكم وللوالدين الله يحفظك. طبعا تعرفون قصص نجاح، من يعرف شركات يعني نجحت في ريادة الأعمال، بدأت كذا من الصفر ونجحت، أسماء معروفة كثيرة ما شاء الله عندنا احنا. الله يرضى عليكم، شكرا شكرا جزيلا. نايس وان، الكوكا والبيك والماكدونالدز، كثير كثير، وجرير. مراعي، كثير كثير، اللهم لك الحمد. طيب، إيش عملوا الناس هذه؟ إيش عملوا؟ خلنا نشوف شوف القاسم المشترك لماذا جو؟ وأنا متأكد يعني بنسبة كبيرة راح تتفقون معي في هذا الموضوع، في قاسم مشترك في المشاريع الناجحة وبين أو رواد الأعمال اللي موجودين هنا. أول شيء عندهم الصبر والمثابرة عالي جدا، صبروا على المعوقات، صبروا على الديون، صبروا على صحتهم، صبروا على مجهودهم، صبروا على يعني زعل أهلهم وتأخيرهم وغيرها، صبروا كثير يعني، صبروا عن جلساتهم مع أصحابهم، صبروا. ولكن بنفس الوقت مش صبروا بس، عندهم أيضا يعني رغبة جادة في الوصول للهدف، ولذلك وصلوا يعني أغلب الشركات اللي ذكرتوها. ما المام عالي بفكرة المشروع، يعني تبي تقنعني مثلا هنجر ستيشن ما كان عنده فكرة إنه والله الناس محتاجين، الناس يبغون، الناس كذا، الناس يعني، وأنا بتكلم عن هنجر ستيشن إن شاء الله بعدين. جرير عرفت أيضا، المراعي عرفت، وشركات كثيرة، كريم مثلا وغيرها،
كلهم عندهم إلمام بفكرة مشروعهم بشكل كبير، لذلك وصلوا. التعلم من التجربة وكيفية التعامل مع الآخرين، متأكد 100% وأنتم متأكدين أن ما بزغ المشروع كذا بس والله جيبوا ويلا خلنا نمشي، لا أكيد عندهم تجارب سابقة، عندهم خبرات ضموها مع بعض أو استعانوا في خبراء أيضا نجحوا في اختيار أسمائهم بعناية فائقة، ولذلك نجحوا أيضا بعد توفيق الله. دراسة متأنية للسوق وآلياته، ما بدأوا بعشوائية، وعرفوا أين وجهتهم وعرفوا وين حدودهم وعرفوا كيف يتوسعون وكانوا مستعدين للأزمات وغيرها وغيرها من الأمور. التعرف على مصادر التمويل الخاصة فيهم، لما جمعوا رؤوس الأموال الأولية وعرفوا مثلا راح نتوسع عن طريق مثلا جهة تمويلية كذا، راح نتوسع عن طريق قرض من البنك، راح نتوسع عن كذا، راح نخفف من الأزمة ببيع كذا وتأجير كذا، وعارفين كل حد حاطين السيناريو كامل لكل حاجة. نستبعد طبعا سيناريو كورونا، الله لا يعيد الشر يا رب. بناء علاقات تعاون مع الآخرين، لو لم يكونوا كذلك ما وصلوا. الذي لا يتعاون يا جماعة مع الآخرين لا يمكن يصل. شوف أقول لكم حاجة مهمة جدا في العلاقات، علاقات الإنسانية وعلاقات الصداقة، عادي جدا عادي جدا أخوي سعد أنك تعطي صاحبك لكنه ما يعطيك، يا أخي تحبه صح ولا لا؟ عادي مثلا دكتورة شيرين أنك والله صاحبتك تساعديها باستمرار باستمرار، لكن هي ما ترد عليك وأنت مبسوطة، أنا بس شارية صديقة. في قانون العمل او قانون مثلا الوظيفه او قانون رياده الاعمال، الامر هذا ما يتم نهائيا. اذا انت ما تعطي ما تاخذ نهائيا، عليك انك دائما تتعاون مع الاخرين، تاخذ وتعطي باستمرار. والله اللي ياخذ باستمرار لا يمكن يستمر نهائيا في السوق، ولذلك مهم جدا اني اتعاون مع الاخرين، خذ واعطي. والله انا انبسط لما ادخل مثلا محل وأقول له يا أخي موجودة عندك هذه القطعة، يقول لي لا والله بس ترى جاري عنده، والله نفس النشاط كلهم، تخيلته يعني هذا، يعني والله أطلع وأنا أدعي له بالتوفيق دائما، يعني أقول يا أخي شوف النية الطيبة تخدم أصحابها، يعني حصل مني دعوة كذا أسأل الله يستجيبها. فمهم جدا لما يكون السوق عندك بهذه الطريقة فعرف أن ربي بيبارك فيه. طيب على الجانب الآخر، أنا طلعت على عدة كتب لكتاب عالميين طبعا، يعني في أمور أيضا أنت مثل ما في سمات عليك أنك تحرص عليها، بكل تأكيد أنت عندك عوامل عليك أنك تبتعد عنها تماما حتى تستمر في هذه المشاريع. شوفوا مثلا شارون نيلتون، هو قال الحب في البزنس والحب في المشروع وكذا، هذا كتابه اسمه In Love and in Business. قال أول حاجة عدم المعرفة بكمية إدارة المهم، ما عندك القدرة الإدارية، ما تعرف تقود أصلا الناس اللي تحتك، ما تعرف تشغل المشروع، فبالتالي أمر طبيعي جدا أنه يهدد المشروع، ممكن يطلعك من السوق. أيضا قصور بالتعامل مع الآخرين، يفتقد للباقة، يفتقد للإنصات، يفتقد للحوار الصحيح، يفتقد أصلا لقدرته في التفاوض، وهذا أمر نبهنا عنه. ضعف التمويل، أنت للأسف يعني تحط الرقم على ورقة ولكنك أيضا مو صادق فيه أو أنك مش متأكد منه، وهذا أمر خطر جدا. النمو السريع بدون تحكم، فجأة صار عندك رأس مال، يلا خلنا نفتح ونستثمر، مش كذا، مو هو بالطريقة هذه نهائيا. دائما يقولون الثلث يجب أن لا تمسه نهائيا في الحساب، 6 شهور رواتب قدام وصائر تشغيلية وغيرها وغيرها. للأسف البعض منهم مغامر بزيادة يعني، فلذلك يقع أحيانا في المحظور من ناحية ضعف التمويل وإدارة الأموال، وأيضا نموه العشوائي، نقص التخطيط. ها التخطيط شو يتكرر معانا، إذا ما عندك تخطيط استراتيجي لمشاريعك فلا ينفع أنك تكمل فيه. أنت مو عارف بتسوي الأسبوع الجاي، ولا بعرف تسوي السنة الجاي، ولا أصلاً قدام أفراد فريقك كيف تتكلم إذا أنت ما تخطط كويس. طيب جيب داير إيش قال عن فريق، عن تيم بيلدينج اللي هو الكتابة اسمه تيم بيلدينج، قال عدم القدرة على التفكير نفس الشيء مثل ما ختم شارون، بدأ داير في هذه النقطة اللي هي عدم القدرة على التخطيط، تفكير الاستراتيجي مو عارف وين توصل. ضعف شبكة الأعمال، الموردي موارد المشروع، يعني سواء كانت المادية البشرية مع المنافسين مع الموردين مع كلهم، مع شبكة الأعمال، مع الجهات الحكومية، ضعف علاقات التضامن على أخي، ضعف التفاوض والتضامن، يعني معناته في على قولتهم ثقة مهزوزة بينك وبين الآخرين، ولذلك لا يمكن مثلا تشتري بالأجل،
ولا يمكن ايضا تبيع بالاجل، وهذه مشكله. مشكلتك كذا تاخذ وتعطي، تاخذ وتعطي، لابد من هذا الموضوع، عدم القدره على مواجهه الضغوط. وتذكرون اللي قبل شوي قلت لكم، انا عامل المشروع كانه صديق حميم جدا، وتحمله، تحمله كثر ما تقدر، على اساس انه بعدين يعطيك افضل ما عنده. فللاسف البعض منكم، منا كلنا اسف، يعني ممكن يضعف عند اول صدمه، ثاني صدمه يضعف خلاص، يقول انا يا اخي تعبت، مليت، انا ما اقدر، رغم انه يقدر بصراحه، يقدر، يعني يقدر بطريقه اخرى. وكثير من الحالات، يعني انا عندي ولد خالتي تاجر، قال له كلمه واحده يعني صح، قال له تحمل بس الفتره الجايه، تحمل. وفعلا والله سمع كلامه، يعني تحمل معناته تحمل ضغوط، تحمل فواتير، تحمل كذا 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 كذا، وبيرزقك الله. فاحيانا تحتاج ترى الى انك تواجه هذه الضغوط، اول شيء عن نفسك انت، عشان ما تصير ضغوط نفسيه وبعد كذا تتحول الى ضغوط عضويه. يعني الموضوع واسع كثير في دوره اداره الضغوط، هذا ناخذه بشكل موسع. عدم التوازن في حياه رائد الاعمال، اذكر مره واحد من اصحابي شاورني، قال لي عبد الله انا ابغى افتح بزنس، هو موظف طبعا، وموظف في شركه عملاقه. قلت له طيب ممتاز. قال لي كيف؟ طيب كيف ادير البزنس؟ قلت انت يعني بالنسبه للوقت، انت تقدر مثلا تطلع الساعه 4 من الدوام، تتوجه مباشره للبزنس، تجلس من 5 الى 8 بيتك ترتاح. يعني انت تتكلم عن 3 ساعات الويكند ارتاح، 3 ساعات في 5، قلت له هذه 15 ساعه، يعني عندك 60 ساعه في الاسبوع، ترى عدد كافي جدا اللي ركزت فيه، ممكن تطلع فائده كبيره جدا بعد كذا شهر. فايش قال لي هو؟ قال لي طيب والاستراحة؟ قلت ربعي كيف؟ ما أروح يعني لهم، ما أرفه عن نفسي، ما أسافر يعني؟ قلت له لا لا لا، سافر وروح الاستراحة وتشيل موضوع البزنس من راسك. أنا ما ينفع خلاص يا جماعة. قلت له أنت تتصور الناس اللي نجحوا واستمروا يسترون في الاستراحة، ولا يسافرون، ولا يقدر يطق بلاي ستيشن كل يوم، ولا لا لا، ولا ما ينفع. كلهم مساكين صرفوا من حياتهم، من صحتهم، علشان انه يوصلون كذا. ما نبغى نوصل ان هذا الشيء يأثر على صحتك، ولكن أمانة كثر التفكير وكثر القلق وكثر مثلا الحضور والانصراف والوقت وغيره وغيرها، أثرت فيهم بطريقتهم وبأخرى، لذلك هم وصلوا وارتاحوا بعد فترة. إنما في حياة رائد الأعمال لابد أن يمر في فترة ضغوط عالية جدا، إذا أنت ما عندك التوازن هذا فلا يمكن تصل. طيب نروح عند هارولد ويلش، وهذا كتبت على فكرة ثريد عن، لأنها عجبتني جدا، أسباب قوية. قال ادعاء أسباب خارجية للفشل، يعني مثلا تجي تقول له يا أخي شو اللي صار معك؟ والله يا أخي الإجراءات الحكومية ضيقت علينا. ضيقت عليك أنت بس؟ يعني تركت الباقيين كلهم؟ أنت اللي استهدفتك هذه الإجراءات الحكومية؟ والله يا أخي بعيد يا أخي مكاني عن البيت، ومع يعني هو يألف أشياء على أساس أنه يطلع نفسه من مربع التهمة أنه هو مقصر. إذا وصلنا لمرحلة الإدعاء أن في أسباب، فأنت إنسان غير قادر على أنك تكمل. ضعف التخطيط، الثلاثة ذكروها وأنا ذكرتها لكم 3 مرات قبل كذا. ضعف التخطيط للأسف من شأنه أنه يدمر المشروع بالكامل. شوف الثلاث كتاب كلهم اتفقوا على هذه النقطة، عدم توفر المعلومات المناسبة للمشروع. وبكل تأكيد إذا ما عندك معلومات وموثوقة وصادقة من السوق، وما تقدر تعتمد على والله قال فلان ويقولون والله بيصير كذا، ويقولون والله إنه بيصير كذا، لا يا جماعة، خذ المصادر، خذها من المصادر الموثوقة عشان تستمر صح في السوق. أما والله قال فلان وعلان وحديث مجالس وغيرها، طبعا غير صحيح. ضعف التوجيه في السوق ذكرناها قبل كذا، إن أنت مش عارف وين وجهتك بالضبط، تبي شمال جنوب شرق غرب، ما تعرف بالضبط وين الوجهة، وين راح تبدأ، وين راح تستمر وجهتك الاستراتيجية وهكذا. وأخيرا الفشل في عملية التفويض، وهذه من للأسف ممكن تطلعك برا السوق أيضا، ولا أبالغ في هذه الكلمة، لأن أحيانا قد تفوض الشخص الذي ليس لديه القدرة والخبرة والمعلومة أيضا. يعني يمثلك، تخيل يمثل الجهة اللي أنت فيها اللي تعبت عليها 2 و3 و4 وانفقت عليها، ممكن هو في زيارة واحدة لأحد العملاء الكبار ممكن للأسف يعني ينسف عليك كل جهودك في هذه السنوات الماضية. فلذلك من المهم جدا أنك تفوض من لديه الخبرة والقدرة في المجال، ولا تستهينوا أبدا إخواني وأخواتي في هذا الموضوع. طيب
خلينا نسألكم كذا عشان أرتاح أنا بعد شوي. ما هو تعريف العميل؟ شريك. الله جميل. لحظة لا تروح الإجابات هذه يا أخي جميلة. من اللي قال شريك؟ من اللي قال شريك يا أخي؟ شوي طلعت وراحت. يا جماعة من اللي قال شريك؟ أول من قال شريك مين؟ راحت الإجابة فوق. الله يجزاك خير أستاذ عائشة، برافو عليك، برافو، من أجمل التعاريف صراحة. جميل جميل، كل التعاريف اللي ذكرتوها، لكن حتى تعريف اللي هنا مو مثل تعريف أستاذ عائشة، الله يعطيها العافية. بكل اختصار و يعني بكل سهولة، هو فرد أو نشاط منظمة تشتري سلعة وخدمات تنتجها، لكن لما تعظم العميل وتقول والله هذا شريكي في النجاح وهذا أمر مرة جميل. في عندنا مثلث اسمه لكسب العملاء، طبعا من ثلاثة أضلاع يتكون، وهو صنع السعادة لهم. أول حاجة كيف تصنع السعادة للعميل؟ التواصل معهم بالشكل الصحيح. احنا نعيش في بيئة اتصالية، بعميل ولا بغيره، احنا نعيش في بيئة اتصالية كلنا، من الله خلقنا. يعني النموذج التجاري اللي تستخدمه وش بالضبط، كيف الطريقة، الخطة حقتك الاستراتيجية، خلينا نقول الهيكلة حقتك، الأمور كلها اللي تدخل في جانب الأوبريشن والعمليات. هل أنت حلال مشاكل؟ من هو عميلك؟ تعرفه بالضبط وتعرف أنماطه وتعرف طريقته. هل المنتج يخفف ألما؟ أول شيء ترى المشاريع اللي خففت ألم هي تصنع السعادة. يعني بعضهم يروح حق السعادة مباشرة، وهذا أمر جميل جدا، لكنك تخفف ألم تراك تربح أكثر. خليني أقول لكم على قصة جميلة وطريفة جدا، يعني خففت عني ألم. مرة عندي وأنا في الرياض دورة تدريبية عن طريق الأونلاين، وكنت راجع من اجتماع برا، وكنت والله يعني هراني الجوع ذاك اليوم بشكل لا تتصورونه يعني. والمشكلة أني دخلت وباقي ربع ساعة ويبدأ الكورس، يعني ما كان في فرصة نهائية أني أعمل شيء ثاني. كلمت هنجر ستيشن، قلت له يا ابني أرسل لي الغداي. فعلا جلست، أخذ حوالي 40 دقيقة. البريك الأول حطيت اللابتوب على جنب، أكلت اللهم لك الحمد بعد ما كنت متوتر في البداية، وانتهت المشكلة. يعني نقدر نقول خفف عني ألم. ومن ذلك الوقت، من قبل 3 سنوات وأنا ما أتعامل إلا معه، لذلك أنا ما أقول يعني ما أعمل دعاية، ولكن هو وغيره يعني من الأنشطة هذه خففت ألم، مثل أوبر وكريم وغيرها من الأشياء اللي تخفف عنك ألم. فمهم جدا أنك تفكر إيش الشيء اللي يؤلم الناس وأبدأ أشتغل عليه، ترى هذا ممكن يخدمك بشكل كبير جدا في البزنس. طبعا لو سألتكم عن الاستبيان أكثركم بيقول يا عبد الله هذا الرابط وهذا الرابط، ممتاز ما عندي مشكلة، لكن أنا صراحة أنا أسمي هذه الطريقة هي تقليدية. أنا أحب الأسلوب المباشر يا جماعة، المباشر يضمن لي التواصل اللفظي واللا لفظي مع العميل. يعني حاول تتصل عليه، حاول تقابله، حاول بعد ما ينتهي الخدمة تكلمه، حاول هذا الأسلوب الصحيح، مثل ما يعملون كثير من الجهات معانا يكلمك بعد انتهاء الخدمة، كيف شفت وكيف كيف كيف. ما هو أقول إنه غلط الرابط، ولكن أمانة لا يرتقي إلى الصدق والصراحة مثل ما هو الأسلوب المباشر، يختلف تماما. أقول لكم الأسلوب المباشر إيش حصل. مرة كنت في إحدى المستشفيات في الخبر، وكانت زوجتي متنومة في المستشفى، فحدث إن تأخر الدكتور علينا. تأخر مرة يحدث يعني، يكون عنده عملية يكون، بس أنا زعلت صراحة ونزلت حق واشتكيت كذا، يعني قلت خليني أجرب أشتكي. يعني يا جماعة تعاملوا مع الشكوى وكأن حدث يعني استثنائي عندهم. قالوا تفضل، في إدارة طبعا قسم للشكاوي كذا، مع خدمة العملاء قسم للشكاوي، استريح تفضل، إيش تشرب أول حاجة؟ تفضل هذا القهوة والشاي.
طيب ما مش هو راح نادى رئيس المباشر وجلسوا الاثنين قدامي، احنا اول شيء اسفين واذا تسمح لنا بس تكتب شكواك الان. هم كانوا يعطلوني عن شيء اخر، يعني كانوا جالسين يقولون لي اكتب كذا. في الوقت هذا ارسلوا بوكي ورد وعلبه شوكليت للغرفه في هذا الوقت يعني، وكتبت لهم وجاني اعتذار من الطبيب وشرح لي، قال لي انا كنت في غرفه العمليات وهذا امر تقليدي جدا ويحصل وكذا، لكن التعامل مع الشكوى كان مره رائع، تعاملوا معي بشكل مباشر فتاكدوا من صدق الشكوى من عدمها. اقرأوا هذه الجمله بتمعن، برجع لها بعدين، ها ان لم تستطيع الركوب معهم فلن تستطيع البيع لا. في حاجه عندنا اسمها عناصر التفاعل مع العملاء، خلينا نشوف سباعيه عناصر التعامل. اول شيء المراقبه المباشره، ليست الرقابه، المراقبه لتصرفات العملاء وانماطهم وطريقتهم وغيرها وغيرها وغيرها، امر مهم جدا انك تراقب عميلك وكيف شفته الان وكيف تطور. انا متاكد المجتمعات الخليجيه العربيه تغيرت عن السابق، صح؟ يقولون عن الاولين زمان الطيبين، كان تصرفات ذاك الوقت غير، تصرفات الجيل هذا غير، ما فيها شيء الان وغيره وغيره، واحنا اصلا جيلنا تصرفنا بطريقه مختلفه عن الجيل اللي قبلنا وهكذا يعني. تدوين الملاحظات، نصيحه اخواني واخواتي، نصيحه والله اخ محب لكم جدا، لا تتعامل مع الملاحظات ومع السوق ومع الوظيفه بالذاكره، تتذكروا ايش ولا ايش يعني. يا أخي استخدم التدوين، الحمد لله صار الأمر سهل جدا من خلال الأجهزة ومن خلال الأبليكيشنز ومن خلال الروابط ومن خلال تقدر يعني تدون دائما، لا تعتمد على ذاكرتك في الملاحظات، دائما دون الأشياء. في بعض الشركات عندها ملف لكل عميل على حدة، كل عميل عندها ملف يعني، مهم جدا إن يعني تعرف إيش عميلك وإيش يبغى من خلال التدوين. ايضا اللي يثير اهتمامهم ايش بالضبط، ايش المنتجات وكيف طريقه الخدمه اللي يحبوها وكيف طريقه التعامل معهم التي يرغبون فيها، وما هي الادوات المفروض احطها، وايش الاشياء اللي ممكن احطها عند الباب وتكون مثلا حاجه تثيرهم وتخليهم مثلا يفضلونهم يدخلون عندي مثلا يعني. الادوات اللي يحملونها، طريقتها ايش هي بالضبط، اللبس مثلا، الاشياء اللي في أشياء كثيرة لازم أعرف أنا، هو إيش يتداولون الناس، إيش يشترون أكثر شيء، إيش يعلقون على جوالاتهم، على طريقتهم في سياراتهم، أمور كثيرة. هل يعملون بمجموعات أو مفردهم؟ خلنا نتكلم على تجربتي مثلا مع جرير وتجربتكم أنتم. الكثير منا، ترى أنا ما راح أمدح جرير باقي لي فلوس عندهم، لكن أمانة بقولها بصدق يعني، جرير بينها وبين أقرب المنافسين سنة ضوئية بعيدة تماما. جرير تفكر بطريقة مختلفة تماما عن باقي المكتبات في الشرق الأوسط، وأحترم جميع المكتبات طبعا، لكن هم مختلفين تماما. جرير ترى في دورات اللي خاصة في المنشآت، التوسع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أتكلم عن جرير وعن الكونسبت أو الطريقة الجديدة حقتهم. الآن صار في مجمعات جرير عندنا يعني، الآن جرير تدخل تأخذ لك كافي وتتغدى وتأخذ سكريم، وبعدين تدخل تقرأ لك كتاب مثلاً أو تأخذ لك موبايل أو غير. جرير تغيرت الآن، صارت تستثمر في مجمعات، مو بهذا موضوعنا الآن، يعملون في مجموعات ومفردهم. لما تدخلون في جرير تروحون جهة الألعاب، من النادر جداً يمكن 1 أو 2% تحصل ألعاب فردية، كل الألعاب اللي هناك جماعية، كلها جماعية تقريباً يعني، اللعبة على الأقل 2، إذا مش 4 و6 و10 وهكذا. ليش؟ لأنهم قرأوا، شافوا أن الشعب العربي أو الشعب الخليجي والمقيمين فيه مثلا كلهم يهون العمل في جماعات أو اللعب في جماعات، ما يحبون اللعب الفردية. لما قرأوا كيف يعيشون الناس، قاموا أنتجوا لهم أو جابوا لهم الألعاب اللي تناسب وهكذا. فمهم جدا انك تعرف كيف يعيش الناس، ولذلك تشتري المقتنيات اللي يرغبون. اصنع نموذجا اوليا، تقول لي كلف، اقول لك في شركات سووا سيارات وسحبوها من السوق، اعملها على الورق على الاقل يعني، بعد الاستبيان وكذا، اذا كنت خايف انه يكلفك مثلا نموذج وتجربه في السوق. البدائل المتاحه امر مهم جدا،
مو هو تستمر على والله نمط واحد وطريقة واحدة، لابد أن يكون عندك دائما بديل آخر لكل منتج. مثلا الناس بيشترون منك هذا، الحين احنا نعيش في عهد الترندز على قولتهم، يعني كل شوي وانت طالع ترند في مكان بيشترون منك وبعدين يطلعون، ما تشوفون كافيات جديدة، لاين طويل، وبعد 3 4 شهور ما في أحد. ليش؟ لأن باع منتج معين مثلا، وبعد كذا طلع مثلا منافس منتج آخر فتركوه وراحوا هناك وهكذا. فلذلك البدائل لازم تكون عندك يعني متوفرة. بتكلم عن ستاربكس في هذا الموضوع. على العموم من السبعة هذه أبي أقول لكم، ترى هكذا يشتغلون أبل، وهكذا تعمل فولفو، وهكذا هم إيكيا. خلينا نشوف القصة من الواقع. في عميل راح لوكالة سيارات فطلب منهم سيارة. طبعا رئيس الوكالة لما قابله فهم انه يبغى سيارة مثل هذه، بس موظف التسويق لا، فهم ان العميل يبغى السيارة هذه. ولما وصف العميل السيارة اللي يبغاها فهموا منه انه يبغى سيارة مثل هذه. طبعا بنوا المصنع، هم بنوا له السيارة وعملوا له السيارة وجابوا له السيارة بالطريقة هذه، وحاسبوه بقيمة السيارة هذه، وطلع العميل أصلا يبغى هذا المنتج. يمكن الموضوع فيه مبالغة شوي، ولكن للأسف يعني التواصل السيء مع العميل ممكن يوقعك بحرج كبير جدا إذا ما عرفت كيف أو ما هي الأداء أو ما هي البضاعة اللي يبغى يشتريها بصدق. دائما اسأل نفسك ومن يعمل معك الفريق، نشاطي إيش بالضبط؟ عملاء الفئة مين هم بالضبط؟ ممكن تقسم ترى عملائك وتقول والله في ناس محترفين جدا، فاهم بشكل كبير، وفي واحد والله أقل متوسط المعرفة. هذول عملاء، ترى طلاب نشأ، ممكن يكونوا أطفال. فلذلك ما أتكلم عن حتى موضوع والله البضائع اللي تناسبهم، لا، أتكلم أيضا عن موضوع التعامل معاهم مختلف تماما. هذا ممكن تبيعه بسرعة، وهذا تحتاج إلى جهد أكثر، وهكذا. الألم اللي تعالجه لازم تحدد وش هو الألم بالضبط، زي ما عملوا مثلا معي شركة توصيل الطلبات، ولازم تشرح ان احنا نعالج لك الألم بطريقة هذه. اذا لم تعلن عن هذا الموضوع، ترى يمكن ما حد يفهم انت ايش تعمل بالضبط وايش خدمتك. هل انت محق نفسه واقعي في طرح الموضوع الألم، وانت قادر على بيع يعني منتج ممكن فعلا تشرح ان يعني اسباب تزيل الألم هذا. في عندنا حاجة اسمها مرحلة التحول. طيب، مرحلة العبور والتحول، هذا نعرفه، تلفزيون وخلاه. أحد يعرف هذا؟ خلنا نشوف في أحد هنا يعرف المنتج اللي على اليسار. شكرا أستاذ هند. نحتاج حد من جيل الطيبين شوي. لا، مو هارد ديسك يا أستاذ مريم، ولا سيدي يا أستاذ أبو، لا، ولا هو بيجر، لا، مو لهالدرجة يعني، مو هو بيجر يعني. حين تقول بيجر ما يعرفون بعضهم هنا. اي، هو جوال استاذ انفال. جوال ايش؟ دمع. لا، مو الدمع. لا، مو بنت لي. ايوه، لا، مو فكرت تقول الاثرياء. هو جوال اثرياء، بس مش الثريا. ليش كذا؟ أنا حسيت إني شايب يا جماعة، ما يصير. لا، ولا شيء، ولا حاجة من اللي قلتوها تصدقون. لا، أبدا. العموم هو جوال اسمه الفيرتو. حد سمع فيه قبل كذا؟ طيب، ما علينا. بعدين هذا يعني الفيرتو طلع في فترة ما بين 2005 إلى 2007، اشتهر ذاك الوقت. طبعا اشتهر بقوة، وكان ما يقتنيه إلا الأثرياء فعلا. يعني كانت قيمته ما بين 17,000 إلى 30 تقريبا كذا. يعني أذكر أنا واحد من أصحابي كان عنده الجوال. ترى أصحابي هم التجار، أنا ما عندي سالفة يعني. فجلست معه وشفته كذا، فتحت الجوال وخذيته،
فقلت له أبو أيمن، هذا إيش قصة الجوال؟ يعني إيش الفرق بينه وبين حق النوكيا هذا؟ قال ولا شيء عبد الله، تقرأ نفسه، بس هذا فيه زر، شفتوا هذه مكان النقطة اللي هنا والنقطة، هذا زر تضغطه يرد عليك السكرتير 24 ساعة. لحظة، أنا أتكلم 2005 2007، ها انتبهوا، يعني يرد عليك السكرتير ويحجز لك طيران، يحجز لك إيجار سيارة، يحجز لك فندق، يعني قطار، شغلات زي كذا. الآن يا شباب كم سكرتير خاص عندنا في الآيفون ولا في الأندرويد؟ كثير، ها عندنا مجموعة سكرتير تسوي لك كل حاجة. هذا للأسف ما تحول، يعني ما عبر، لأن جاء الآيفون ووقف. طبعا يعني كان عليه فصوص وشغلات، هذا اللي تخلي قيمته يعني، لكن جوال عادي جدا، حتى الظهر الكاميرا حقتها ما كانت يعني ذاك. طيب خلونا نشوف الاختراع الجميل هذا اللي ما زال عايش في كل بيت، التلفزيون. بكل تأكيد هو عبر وتحول وواجه صعوبات، واجه تويتر، مواقع التواصل، لكن ما زال قوي صراحة. حتى الآن التلفزيون في البيت إنسان نشغل عليه تويتر ونشغل عليه مواقع التواصل زي اليوتيوب وغيره. أقول لكم على قصة جميلة، في 2000 وأعتقد 4 أو 3، مش متأكد صراحة، كانت في زيارة تاريخية للملك عبد الله الله يرحمه إلى اليابان، وأخذ معه حوالي 35 من التجار السعوديين، خلنا نقول الأثرياء جدا، يعني اللي لهم مثلا، خلنا نقول يعني لهم بصمتهم في السوق السعودي، يعني كبار جدا. فأخذهم في الرحلة التاريخية عشان يعني خلنا نقول يعني استفادتهم تنعكس إيجابيا على السوق السعودي. في واحد من التجار من أهل المنطقة الشرقية، فلما رجع راحوا له أصحابه والناس اللي يقربون لو كذا، طبعاً ينقل لي واحد من اللي حضروا المشهد هذا، فزاروا الحمد لله على السلامة يا أبو فلان وكذا وكذا. فسأل واحد قال له إيش شفت باليابان؟ فقال والله أخاف أقول لكم يعني وما تصدقوني. قالوا لا لا بنصدقك إن شاء الله يعني، بس أنت يعني وسع علينا شوي، أنا أدور بس مدري وين شنطة اللابتوب عشان أعطيكم دقيقة، بس أجيب شنطة اللابتوب عشان أعطيكم المثال بشكل يعني أفضل. فقال لا والله خاف أقول لكم وتقولون والله هذا مجنون ولا في شيء. قالوا لا حاشاك إن شاء الله ما أنت بمجنون ولا. قال طيب ركزوا معي، ها أنا أتكلم عن 2003 و2004، يعني قبل 20 سنة. ها يقول شفت في اليابان تلفزيون طيب بهذه الطريقة شباب، على شكل رولة، وينفتح بهذه الطريقة ويتعلق على الجدار، بعدين تصفطه وتأخذه معاك البيت وتروح مثلا في علبة كذا، كأنه زي علبة الصكوك بالضبط، يعني ينحط داخل وتعلقه وتحط الكيبل HDMI وتشغل مثلا. أو أحد شاف التلفزيون هذا من قبل؟ أحد شاف التلفزيون بالطريقة هذه؟ يعني رولا زي الورقة كذا ينزل وبعدين تصفط الورقة وتأخذها معك البيت؟ ما في شيء زي كذا. لا اترك البروجيكتور، أنا أتكلم عن تلفزيون يا جماعة، تلفزيون تشبك فيه الكابل يعني ال 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 يمكن أعلى طبقة فيه هو مكان فقط إدخال الكهرباء وإدخال فقط. تخيلوا ما وصل للآن، هذا ما وصل التلفزيون إلى الآن، يعني معناته يعني التقنية خلنا نقول لم تذيع بكل أسرارها إلى الآن، باقي عندك إلى الآن، باقي هم فقط يبون يصرفون اللي عندهم على قولتهم يعني. فلذلك إحنا نقول عبر التلفزيون، عبر وما زال. يعني ماذا حصل بعد عميلك الأول ومرحلة العبور؟ هذا عملائهم الأول موجودين لكن لم يستطيعوا العبور، وعملاء الأول موجودين في التلفزيون وما زالوا أحفادهم يشترون. ما هي المنتجات تجعلك سعيدا؟ مهم جدا. طلعنا من الألم، الآن كيف أسعد الآخرين؟ طبعا يعني كثيرة، يعني هنا نقول مثلا التطبيقات الخاصة بالورد مثلا، اللي توصل الوردة وتوصل الشوكولاتة، تصنع سعادة جميلة. ولا فكرة ممكن أيضا تخفف ألم، شوف الأولى صنعت ألم وخففت سعادة، هذه ممكن تصنع سعادة لك تخفف ألم أيضا. يعني بينك وبين شخص مثلا
خلينا نقول جفاء أو كذا، لو أرسلت بوكيه ورد في يوم معين مثلاً أو تذكرت تاريخ ميلاده أو كذا، ترى ممكن سبحان الله هذا السبب يساهم بشكل كبير جداً في أنه يصنع سعادة كبيرة ويخفف من الألم. منتجك اليوم هو التلفزيون، القيام به طورته وعملته خفيف وعملته، وعند الوصول للقمة كيف تثبت عليها؟ من خلال طبعاً إبداعك القادم في ذات المنتج. استخدامات كيف وأين ومتى؟ الأسئلة طبعاً اللي تحتاج إلى إجابة، وش الألم اللي تشارك فيه العديد من العملاء المحتملين؟ كيف عرفت أنه ألم؟ استبيان. أنت وفريقك لديكم الحماس لعلاج هذا الألم. ركزوا على هذه النقطة رجاءً أخواني وأخواتي، إذا كان عندك فريق من 4 وأنت كقائد قلت والله أنا ناوي أن نرفع مثلاً نرفع الأرباح 30% 2024، إذا الجميع متفق ما عدا واحد قال لك أنا والله أنا لا أتفق مع هذه النقطة، فعليك أنك تغير من رأيه أو تعزل عن الفريق. سبحان الله العظيم، أعضاء الفريق ترى مثل التروس حقت الساعة، إذا انكسر واحد لا يمكن تمشي، فلذلك لابد أن يكون مقتنع في هذا الهدف، أو أنه ما ينفع أن يشاركك في هذا الموضوع. عليك أنك تقنعه بصحة هذه المعلومة وتقنعه بالإجراء أو لا يكمل معاك الفريق. هل تعرف أول عملائك؟ وهذا مهم جدا، ترى أول عملائك هو اللي ممكن ترى يستمر معاك بنسبة 80%، لأنك بتكون عطيته أفضل ما عندك، حافظ عليه بكثر ما تقدر، لأن أيضا أول عملائك هو اللي ترى غالبا جاب لك الخمس عملاء اللي بعده، فاحرص عليه. هل يمكن صناعة نموذج أولي؟ أو يمكن زي ما قلنا إذا كنت تقدر يعني تجرب نموذج أولي وتستثمر في هذا الموضوع أفضل كثير، ما قدرت فممكن أيضا أن تجرب على الورق، مستعدا للعبور حين يحين الوقت بمنتجك وتطويره والبدائل. هرم الاحتياجات، البعض يظن أن السعادة خرجت بهذا، ما يعرف أن ترى السعادة كان فيها فعالية وعملية عالية جدا، وفيها استنزاف عالي للطاقة، وفيها حتى وصلت إلى هذه القمة، فتحتاج إلى عمل جبار كبير مع العميل. لا تفكر أن فيها صدى فيها كذا، بكل تأكيد أن الله سبحانه وتعالى يكرمك أحيانا، ولكن أيضا الله سبحانه وتعالى يبغى يشوف العمل حقك على أرض الواقع، على أساس أنه يعني وقل اعملوا فسير الله عملكم المؤمنين، فهذه آية كريمة وإثبات أنه لابد أن نعمل حتى نحصد. كيف أسعد عملائي؟ كيف أسعد عملائي؟ سؤالي لكم، كيف نسعد عملائنا؟ احتياجات، لما أبو عبد الرحمن أسلوب، هند عدل، فاطمة خصومات، جميلة خصومات، أم همس احتياجات، يارا سرعة، عروض غيرها. شكرا شكرا شكرا، يعطيكم ألف عافية. لم تستطيع الركوب معهم فلا تستطيع بيعهم، استخدام مكان العميل على طول. لو أحد جاوبني كذا بقول لك ترى أنت كذا أمنت الخصومات والاحتياجات وغيرها وغيرها. أكيد كلكم تعرفون هارلي ديفيدسون، معروفة الشركة وتراها قديمة جدا، يعني أنا قرأت عنهم أنهم متواجدين من الخمسينيات ميلادي. شوفوا قصتهم إيش حصل معاهم. في عام 82 هارلي ديفيدسون سمع أن في اليابان أنتجوا نفس الدراجات النارية هذه، لكنها سايلنت يعني بدون صوت، في إزعاج ولا شيء، ونفسها، فأغرت هذه الفكرة وقام وطبقها في أمريكا، أنتج عمل خط إنتاج بدون صوت. حصل ما لم يكن يتوقعه، مش هارلي ديفيدسون لا، حتى الناس يعني اللي حوله خسر، وجلست الدراجات النارية عنده في الستوك. خاف، هو قام عمل استبيان، نزل للشارع وقال ايش فيكم ما تشترون؟ قالوا احنا كنا نشتري عشان الصوت، وانت حرمته من هذه الميزة، احنا نحب الازعاج، مو زي اليابانيين نبغى ساكتين وكذا. فتدارك الموضوع، تدارك بسرعة، وقام ورجع الخط مرة ثانية وحط فيه الصوت. لو كان في منافس بربع إمكانيات هارلي ديفيدسون ذاك الوقت، يمكن ما كان عندنا، يمكن ما عاشت دراجته الآن. يعني من حسن حظه إنه ما طلع منافس له في هذه الفترة البسيطة،
وايضا الله هداه لانه يكون يعني يعمل استبيان علشان يتدارك هذا الخطأ. فاحيانا عدم يعني التسرع في هذا الموضوع، شوف هو عمل خط انتاج، لو فقط يعني انتج فقط يعني كمية بسيطة وجربها في السوق وشاف ردة الفعل كان ما خسر خط الانتاج، لكن تدارك هذا الموضوع واستمر حتى وقتنا هذا يبيع بنجاح. البساطة تصنع السهولة. احنا نعرف ان فولفو من السيارات طبعا اللي تهتم في شأن السلام، ولكن عندها مرونة، ما عندي مشكلة بسوي انسيابية، بسوي مكيف بارد أكثر، بعمل شكل مودرن وجديد وحديث ومرتب كل شيء، لكن أنا ما زالت عندي قيودي من ناحية السلامة. تخيل لو فولفو استمرت بهذا الشكل إلى الآن، ما راح تنجح أكيد طبعا. إلى أي مدى تجاوز منافسينك؟ إيش اللي أنا ما كنت أبالغ أقول لكم سنة ضوئية بين جرير واللي بعدها، لكن مهم جدا أنك تعرف كم بينكم من المنافسة عشان اللي أقرب أنت تكون محتاط. ها سالفة الترند حق المشروب لكافي معين وغيره وغيره، هذا أمر لازم تأخذه في الحسبان. غيرت قواعد اللعبة والطريقة والأسلوب وتجاوبت مع احتياجات هذا الجيل وغيره، قدمت حلول مبتكرة تتخطى العملية، مثل ما في شركات الآن في السعودية يقول لك يا أخي أنت ما عندك مثلا 5000 ريال تشتري آيفون، أنت رح نقسط لك، سدد لنا القيمة على 4 شهور. ترى مجدية فعلا، أنا بجي أشتري آيفون خلنا نقول مثلا ب5000، بدل ما كنت بدفع 5000 كاملة بدفع 1250 كل شهر أو 1400 مع الأرباح مثلا، مجدية جدا. أنا شريت المنتج اللي أحبه لكن بطريقة مريحة نوعا ما. فهذه تعتبر حلول تتخطى أحيانا العملية والفعالية. لو كنا في ورشة عمل كان طبقت عليكم هذا الموضوع، لكن مهم جدا أنكم تتدربون عليه. يعني 30 ثانية اختبار حقيقي جدا لقدرتك البيعية مثلا، هل تقدر تبيع ولا لا. تدربوا إخواني وأخواتي في المراية على هذا الموضوع، وتدربوا بعد كذا مع أهاليكم، وتوسعوا الدائرة، تدربوا مع فريق العمل، وتدربوا مع ناقدين، حتى تصل ب30 ثانية ناجحة تستطيع 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 أنك تجذب العميل. ما أبغى أمدح كثير، لكن إخواننا المصريين ما شاء الله تبارك الرحمن لديهم قدرة كبيرة جدا على أنهم يتجاوزون هذا الموضوع دائما عندهم. وهذا طبعا يعني يمكن نقول توارثوه أجيال وقدرتهم على البيع وكذا وكذا، لكن ما زال يعني أيضا في عيالنا الخير إن شاء الله. نقول التدريب مهم جدا على هذا الموضوع، أنك تستطيع في 30 ثانية ممكن أنك تنجح بشكل كبير. لو كنا زي ما قلنا عندنا مباشر معكم كان سويناه على شكل مجموعات، لكن ربي يجمعنا معكم إن شاء الله في دورة مباشرة ونطبقها. مروجون أحيانا للأسف نروح حق الناس البعيد وننسى أن احنا ترى حولنا الناس هذه المروجون ترى لمنتجنا. يعني أكيد يا جماعة أنا متوقع في الأفرج يعني أن كل واحد في جوال على الأقل 500 رقم. طيب أنا لما أجي عندي منتج هل أشوف الأسماء اللي عندي؟ يا أخي والله يا أخي تعال هذا وهذا وهذا. يعني أنا أقول لكم مثلا لما أنا يكون عندي تسويق حق كورس معين، أروح حق ما أروح حق أخوي الشقيقي اللي طبعا بيعطيني عيونه ما يقصر، لكن ما راح ينجح إنه هو موظف عادي وما عنده طبعا يعني حساباته محدودة وكذا. أروح حق ابن عمتي اللي عنده مثلا 40,000 متابع، ولا والله حط لي أبو فلان هذا الإعلان عندك على أساس إنه ممكن يعني نصفي هذه القائمة، وهذا اللي يطلع معنا بعد كذا قائمة جميلة جدا. تجربتي في هذا الموضوع أذكر لما أسسنا زون العربية في الخبر للعلاقات العامة، أعطاني واحد هذه النصيحة، فقمت فعلا كان معي حوالي 3500 رقم في جوالي، فقمت صفيت 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 طلع معي 300 من أصحاب القرار والزملاء اللي من برا وكذا، لا 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 قمت صفيت وطلع لي 80 اللي هم أصحاب القرار الفعليين وأصحاب الشركات. من 80 5 أخذوا مني شغل الحمد لله. من 3500 5 ترى يعتبر جميل جدا، يعني أنك تبدأ بخمسة كويس من خلال هذه التجربة فقط البسيطة. فأنا أقول لكم دائما ترى يمكن يكون عندكم ترى الحل موجود هنا، لكن يغيب عنكم سبب آخر.
طبعا اذا كان الموضوع كبير جدا فتحتاج اكيد الى ناس فريق مبيعات كبير، لكن اتكلم عن المشروعات اللي في البدايه الصغيره ممكن انك او متناهيه الصغر يعني. السبب الحقيقي اللي يدفع العملاء لشراء منتجك هم تقريبا اربعه. اول حاجه ان يكون خارج القانون. صدمه، ها؟ وش المنتج اللي خارج القانون ممكن تبيعه؟ برافو أستاذ محمود، برافو على رأسي. لا يا لا لا مش كذا يا هان، ما أدري إيش. لا لا يا ريتني ما سألت والله. مشروبات إيش يا هن؟ لا 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 تروحون بعيد، لا تروحون بعيد يا جماعة. لا 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 خارج القانون ترى ممكن يكون سيارة سرعتها 200 250، هي خارج القانون لكنها تباع في السوق. لا يروح مخكم بعيد يعني. وقس على ذلك التباهي، بعد احنا الشعب الخليجي ما نحب الهياط يعني. اذا في منتج يعمل تباهي ترى يباع، يباع تماما، سواء كان لبس، شغله زي كذا، عطر، غيرها، ممكن ترى هذا يكون يدفع الناس الى الشراء. الانتماء، انا يعني من الناس اللي صراحه افرح في يعني الاعياد الوطنيه، سواء كان لبلدي السعوديه او كان لي يعني موطن الأشقاء في الدول العربية، يعني نرى ما شاء الله انتماء عالي جدا، ولذلك تشوف ما شاء الله الأعلام والبروشات والميداليات والفنايل وغيرها من الأشياء تباع بشكل كبير جدا. فإذا كان عندك منتج فيه نوع من الانتماء وعارف المناسبات الوطنية لبلدك واستعديت بشكل صحيح، لكن استعديت بأفكار غير تقليدية، فأنت ممكن تكسب. آخر حاجة المرونة، يعني إذا كنت تقدر تعمل منتج يستهلك من كل أفراد العائلة، الوالدين كبار السن ومتوسطي العمر مثلا الأخوان هذولي والأطفال أو النشأ والأطفال، إذا كنت الأربع فئات هذه تقدر تبيع لها فأنت إنسان ناجح. مثل الهايبر مثلا، السوبر ماركت الكبير، هذا يبيع لكل أفراد العائلة، السينما لكل أفراد العائلة، المكتبة لكل أفراد العائلة، ولذلك ربحيتهم دائما عالية. فإنه إن استطعت إنك تأخذ مثلا العائلة ككل أو جزء من العائلة فأنت تنجح بشكل كبير. يعني منتجك يكون للبنت، للولد، للرجل، للمرأة، لكبير وكبيرة السن، للأطفال، للنشأ، للجنسين، هذا أمر جميل. في استراتيجية عندنا لجذب أو كسب العميل، دائما إذا صحيت من النوم وأول ما يجي في بالك أنك تكسب عميل، فهذا ترى أمر ممكن يعيش معك بشكل إيجابي جدا، أنك فقط تبي تكسب عميل، تبي تكسب، فهذا خلي بالك. العميل طبعا يعني هو أهم شيء في المنظمة، يعني 100% من إيرادات جميع المنظمات كلها من عملاء، ما تجي حتى المنظمات الغير ربحية، تجي من العملاء، عملاء تصل إليهم، عملاء تستطيع أنك بالمفاوضات تحولهم إلى مشترين، وعملائك الحاليين هم اللي يعني ايضا المهمين، او نقول عليهم الذراع الاستراتيجي لك. اقرا اكبر عدد من الابواب. في ذات التجربه في زونه العربيه لتنظيم المناسبات، اذكر واحد اللي هو المدير التسويق ذاك الوقت الله يذكره بالخير كان معي، وقال لي يا اخي وين اروح؟ يقول لي عبد الله وين اروح؟ قلت له يا اخي احنا ساكنين في عماره كم دور فيها؟ قال لي والله حوالي 10 ادوار. قلت له تمام، ال10 ادوار هذه كل شق، كل دور فيه كم شقه؟ قال لي في 4. قلت له ممتاز، يعني احنا عندنا 40 شقة صح؟ قلت له يا اخي خذ اللابتوب لا تطلع في الحر، كل يوم خذ لك قهوة عند شركة معينة ومنتجك، سواء كان هدايا، هدية، ولا تنظيم مناسبة ولا شيء. طلع بثلاثة، يعني جيد جدا، طلع بثلاثة عملاء من ال40 ايضا جميل جدا، او على نقول ثلاث محاولات حتى لو ما بعت ممتاز ايضا. فاقول دائما اقرا اكبر عدد من الابواب، وهذه بناخذ عليها فورمولا جميلة جدا. هذا النبوب دائما الخاص بالعملاء، من هو العميل المحتمل؟ هذه أسئلة لازم تسألها، من هو العميل الذي ممكن هاي يشتري منك، يعني يجي ولا ما يجي؟ نسبة المتوقعة لشرائه، بيشتري منك بنسبة كم عشان أرجع له ولا ما أرجع له؟ عشان أحاول بطريقة أخرى ولا أوفر مجهودي عشان أقابله في وقت آخر أفضل، وهكذا يعني. ومن يجب عليك التعامل معه، منهم الأكثر والأقرب،
وبعد كذا الناتج وتخفض التكاليف من عملاء وتزيد طبعا الربحية بشكل كبير جدا. تكاليف العملاء ترى كل دقيقة تصرفها مع عميل هو تكلفة، شغلت سيارتك ورحت صرفت بنزين تكلفة، كلمته بالجوال تكلفة، وهكذا. عدد العملاء اللي ستضيفهم في هذا الشهر القادم، التارجت حقك كم عميل؟ عدد العملاء اللي ستضيفهم خلال 6 شهور، يعني لو كان مثلا عدد العملاء عندي الشهر الجاي 100 عميل مثلا، اذا انا 600 عميل عندي. طيب عدد العملاء تستحصل عليهم اذا كانوا 10% فمعناته 60 عميل، لكن اذا انا مستهدف 10 عملاء في الشهر فقط، يعني بعمل مجهود ابنام كويس على قولتهم، فمعناته انا عندي 60 عميل، معناته 6 عملاء ممكن 6 مقابل 60 عند 100 عميل. فهذا اللي نقول عنه، فمهم جدا كل اقرا اكبر عدد من الابواب. طيب نبي ناخذ تحول اخير او نقول عنه محور اخير، اللي هو الخدمه الاستباقيه، او بين قوسين الخدمه فائقه التميز، هو عنوان كتابي الجديد. الخدمات تقدمها العميل بناء احتياجاته وتفضيلاته واستنادا، يعني انت اخذت معلومات عن العميل فاستبقت سبقته بالخدمه وهكذا. يعني لماذا الخدمة الاستباقية مهمة؟ طبعاً تؤمن لك السرعة، الأفق عالي جداً، ومعرفة ورؤية، وطبعاً تؤثر على النظم إيجابياً بشكل كبير جداً، تسخر النظم بالنسبة لك بشكل كبير. في عندك طبعاً محددات هذا النوع من الخدمة بالذات اللي نقول عنها upgraded عن الخدمة العادية: الخبرة الحياتية، الظروف المعيشية، خبرة العمل السابقة، التاريخ والحاضر، ها الماضي والحاضر والمستقبل. خلينا نشوف تجربة ستاربكس مثلا في التعامل، طبعا هذا من موقع ستاربكس نفسه. شوف ترى مكتوب عندهم في الموقع، تقول لي والله ستاربكس يا عبد الله ما يطبقون، اقول لك يا اخي هذا منهج، كلنا نقرا القران، هل كلنا احنا نطبق؟ لا الله يغفر لنا. فنقول لك احيانا هذه القواعد اللي يمشون عليها ستاربكس دائما. وتوقعش تخيلوا ستاربكس مكتوب عندهم في الموقع، إذا دخل عميل ولابس لبس رسمي، طيب قد يكون بدلة، قد يكون ثوب وشماغ وغيره، وشفته مثلا يناظر في جواله ويناظر في الساعة، فاستعجل شوي عشان تجيبها، استعجل على اللي قدامك، ترى هو مستعجل، شوف مكتوب عندهم كونسبت عندهم. تواصل، إذا دخل عميل متكرر يجي باستمرار، تحيتهم لهذا العميل تختلف عن تحية عملاء آخرين، موجود عندهم مكتوب في قواعدهم. رقم 3، ستاربكس حسب ما هو موجود في الموقع عندهم 7000 مشروب متنوع عشان يغطون جميع احتياجات. شفت لما أقول لك البدائل، ستاربكس كل شوي قاعد يطلع بديل، قلب الدنيا وردي وقلبها أحمر، بعدين قلبها قهوة، بعدين قلبها، عندهم بدائل باستمرار، الترند عنده باستمرار فوق. بغض النظر أنا يعني مو هو بخيار بالنسبة لي ستاربكس، أقول لكم بصدق يعني مو بخيار أول، ولكن بأمانة هو يعني جهة تحترم بشكل كبير جدا، يقدم خدمة مختلفة تماما. عزز حس الامتلاك، تعرفون إيش معناته هنا؟ شوفوا إيش مكتوب. إذا 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 طفل مثلا دخل وأخذ هوت شوكلت مثلا أو مشروب بارد، طفل ها، وانسكب منه المشروب على الأرض أو على الطاولة، باستمرار يعوض بمشروب جديد، يعوض مجانا بغض النظر عن السبب، يعوض مجانا على طول طالما هو موجود داخل ستاربكس. طيب خطوات عشان تحول مؤسستك إلى خدمة استباقية، نعمل السبعة أمور هذه. التمحور حول العميل، عميلك هو بالأخير حياتك العملية، هو بالأخير اللي دائما انت عشان قاعد تعمل منتج، انت عشان قاعد تشتغل، انت قاعد تتوسع عشانه. الشفافيه في التواصل مع عميل امر مهم جدا، ما نكذب عليه، نكون نحترمه، نوضح له سبب التاخير، نوضح له مثلا ليش عملنا كذا وعملنا كذا، لما يسالني اجاوب عليه على طول، او يعني الشفافيه العاليه جدا. المبادره باستمرار، ذكرنا قبل شويه كيف ستاربكس من خلال 4 ركائز عنده كيف تبادر بشكل كبير جدا قبل لا يتكلم العميل وقبل لا يجي. الثقة مهمة جدا، طبعا عرفت الثقة بها هي تعزيز القدرات الذاتية دائما عندك، أو الاعتراف بها، أو الإيمان بقدراتك الذاتية. ولذلك دائما نقول
خط الثقة بينك وبين العميل يجب أن لا يتأثر. أنا أزعل كثير والله لما مثلا شركة كبيرة عندي شكوى عليهم أرسل لهم بتويتر وتجي أسبوعين الشكوى، بينما مطعم مساحته 10 أمتار يرد علي يا أخي بعد ساعة ونص آسفين ومعليش كذا. طيب ليش أنت ما ترد علي بسرعة؟ ليش المطعم يرد علي بسرعة؟ يعني في أكيد في مشكلة عندكم في خدمة العملاء، ولذلك تتحرك الثقة، تهتز بيني وبين جهة أخرى في حال لم يلبوا أم لم يردوا هكذا. البيانات، المعلومات لابد أن تكون صحيحة ومنقولة بصدق من مصدرها الصحيح، لابد أن تكون معلومات صحيحة، فنهتم بالبيانات، نهتم بأن يكون صادقين أمام الآخرين، موثوقة معلوماتنا، ما نبالغ خاصة في لغة الأرقام، ولا نثني بزيادة، دائما نكون واقعيين بالطرح. الرشاقة، وتعني طبعا باختصار شديد إنها مدخلات يعني بسيطة أو قليلة ومخرجات كبيرة. أحيانا يكون بمجهود بسيط أو رأس مال بسيط ينتج عنه، لأنهم يستثمرون في المهارات، يستثمرون في المواهب، ولذلك الموهبة أقول لكم ليش هو يعني نقول عنه عملة نادرة أو لاعب هداف بالفريق أو لاعب هداف بالمؤسسة، لأن دائما بمدخلات بسيطة موظف واحد ممكن يصنع لك العجب، هذه هي الرشاقة. أخيرا تحديد الوجهة، شوفوا هذه أيضا تكررت معنا مثل التخطيط، أنك تحدد وطن، يعني تحديد الوجهة بتعبير آخر هو التخطيط الصحيح، يعني إلى أين أنت ذاهب، يعني وجهتك وين بالضبط، مستهدف هذا العميل، مستهدف هذه المدينة، مستهدف هذا المنتج، مستهدف هذا السوق، مستهدف هذه الإجراءات، وهكذا. هكذا يعملون أبل، هكذا يعملون إيكيا، وأيضا أمازون ونتفليكس. الله يعطيكم العافية، وعذرا أنا ما تأخرت ولا لا، كويس على الوقت إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. إحنا في جلسة استشارية ونصائح عامة، نبدأ في الأسئلة، ولكن قبل ذلك أحب أشكر جامعة الجامعة الذكية، وأخص بالذكر يعني أختي العزيزة الدكتورة شيرين وأستاذة أميرة وجميع طاقم العمل الذي يعني ساهم في أني ألتقي وأتشرف فيكم هذا اليوم. طبعا يسعدني جدا يعني أنكم تطلعون على قناة أخوكم الاستشاري عبد الله الحوطي للفائدة، طبعا فيها جميع لقاءاتي التلفزيونية والإذاعية، فيها دوراتي التدريبية المسجلة، وقد تكون هذه الدورة ضمنهم. أنا يعني نشيط جدا على سناب وعلى تويتر، ولي رسالة أسبوعية باستمرار أنقلها، ويعطيكم ألف عافية. الحين نروح حق الشات، الآن نبدأ الأسئلة من جديد، اللي راح يعني كثير، فنبدأ الأسئلة من جديد، تفضلوا. السلام عليكم. بشكر عليكم حضرتك السلام. طبعا يعني جلسة سريعة جدا، ويعني ربنا ينفع بعلم حضرتك دايما، ويعني عاجزين عن الشكر، ويمكن كمان أخذنا من وقتك كتير. إن شاء الله تبدأ أستاذة أميرة في قراءة التساؤلات، تفضلي أستاذة أميرة. على راسي دكتورة شيرين، شكرا لك، الله يعطيك العافية من البداية، ما قصرت، الله يحفظك. يعطيك العافية أستاذ عبد الله. في سؤالين بالـ Q&A الله يعافيك. box، إيه تفضلي. أعزائي الحضور إذا في أي استفسار أي سؤال أرسلونا بالـ Q&A. أول سؤال، كيف يمكن لرائد الأعمال تحديد استراتيجية تسويق فعالة لتنمية عمله وتحقيق النجاح؟ جميل، أنا ذكرت هذا الموضوع أعتقد في الجزء قبل الأخير، وقلت عليك أنك تستعين أول شيء بمصادرك القريبة، الأقارب والناس اللي ممكن يخدمونك في تسويق المنتج والمؤسسة، وذكرت إذا كان صعدت من مؤسسة متناهية الصغر إلى مؤسسة صغيرة، فعليك أنك تتعاون مع شركة مسوقة مثلا أو فريق تسويق فعال، عاد تتفاوض معهم إما بالنسبة وإما أن يكون في مقطوع، لكن بالأخير يعني مثل ما نقول إحنا الخليجيين، عطى الخبز خبازة ولا أكل نصه. التسويق مهم جدا، حتى لو كان مثلا فرضوا نسبة عالية نوعا ما، لكن لهم تجارب ناجحة، عليك أنك إذا كنت تستعين بمؤسسة أو شركة تسويق أو مسوقين، قل له لو سمحت أحتاج الريفرنس حقك مثلا، أو تعاملت مع شركة ما من قبل، وتتصل في الشركة تتأكد من أن تسويقهم كان فعال وأن جاب لهم أرقام مرضية نوعا ما، بعد كذا مو خسارة فيها، أقول حتى لو أخذ نسبة عالية.
يعطيك العافية. طيب كيف معك. يمكن مبتكر كيف يمكن لمبتكر صغير الحجم أن يبدأ رحلته في ريادة الأعمال؟ جميل. أول شيء نقول لازم يكون عندك قطاع رسمي، أحد يتبنى هذا الابتكار، يعني مهم جدا. لا، وحاول أنك تحافظ على ابتكارك هذا مثل ابنك بالضبط، لأن يعني إذا كنت في بدايتك بقول لك يا ولدي ولا يا بنتي، مهم جدا أنك تنتبه وتخلي حد من الجهات الريادية في الخليج أو غيرها أن يتبنى هذا، تلجأ لهم، لأن في بعض الجهات الآن في ريادة الأعمال الداعمة تحفظ أسرار مشروعك لمدة سنتين، وهذا اللي تحتاجه الفترة هذه. قد يسرق مشروعك، يعني بعيد الشر يا رب، قد يسرق، فلازم تحافظ عليه بأنك تلجأ لجهة رسمية حكومية تعرض عليهم هذا المنتج ويكونوا يحافظوا عليه على أساس أنك تطلع للسوق بعد كذا. هذه نصيحتي اللي أستاذة أميرة. طيب دكتور، هل فتح مشروع يعتبر من ريادة الأعمال؟ طبعا، وذكرنا احنا سمات ريادة الأعمال التزموا فيها فقط قبل لا تفتح المشروع. ما هي القطاعات النامية في المملكة؟ والله كثير صراحة، أنا ما أقدر يعني أقول إنه واحد، لكن يعني قادتنا الله يحفظهم ما قصروا، دعموا ريادة الأعمال بشكل كبير جدا. مش أنا اللي الشخص الصحيح اللي ممكن أعطيك إيش المنتج اللي يفضله السوق، لازم أنت تقرأ بنفسك، لأن لو أنا قلت لك مثلا والله ترى القهوة كويسة لكنك أنت ما عندك خبرة ولا قدرة فيها، أكون ما خدمتك في هذا الموضوع. عليك أنك تعمل قراءة وتشوف الناس اللي في السعودية الآن إيش يرغبوا فيه بالضبط، ما هو المستهدف حقهم. ولذلك أنا قلت المشروع مش أنت اللي تحبه، المشروع اللي يحبه عميلك، ولذلك الاستبيان مهم جدا في البداية، الاستبيان من خلال مشاريع تجيد أنت التعامل معها أول حاجة، تجيد إدارتها وتعرف أسرارها وتعرف من وين تجيب هذا المنتج كصناعات أولية مثلا أو كمخرجات أولية، وبعد كذا تنقل هذا الموضوع على استبيان وتقول والله يا جماعة هذا المشروع أو هذه المنتجات كيف رغبتكم عليها، وبعد ما تشوف الاستبيان تقرر بعد كذا إيش المشروع اللي يناسبك. لا تأخذ على هواك وهوى عبد الله، لا، خذ على هوى الناس وعملائك إيش يبون. طيب هل بالإمكان جمع مؤسسات المجتمع المدني في العالم في منظمة واحدة؟ يا ساتر، هذا يبغى لنا ندوة جديدة يا أستاذ أمير. لا والله ما أدري. في طبعا في تحالفات، في تحالفات كثير، لكن كل العالم ما أتوقع. لا طبعا. طيب كيف يمكنني التسويق لمشروعي أو كيفية جذب العملاء لمشروعي؟ مثل ما جاوبت في السؤال الأول، إذا كنت أنت مشروعك متناهي الصغر، يعني متناهي الصغر أستاذ أميرة، يعني توك بادي، أو أنت مثلا وصاحبك معك فقط، أو أنت نعم. وثلاثة أصحاب، قلت والله يا أخي إيش رأيكم نجيب مثلا هذا المنتج، هذا اسمه متناهي الصغر. طيب أنا أبدأ أفتح جوالي وأشوف الناس اللي ممكن تساعدني من أقاربي وأصحابي في التسويق مثلا، ممتاز. بعد كذا صار مشروعي بفضل الله تعالى، عملت لي مكتب وصار اسمه مؤسسة كبيرة وكذا، أو صغيرة مثلا تصنف مؤسسة صغيرة، أجيب فريق يسوق لي هذا المشروع. لكن لا تستعجل في الشركة والفريق، ممكن تكاليفها تكون عالية في البداية وأنت غير مستعد للبيع، إذا ابدأ في المحيط اللي حولك أول حاجة، واطلع على المربع اللي بعده وهكذا. لا تطلع على، ما في شيء اسمه أستاذة أميرة من الصفر إلى القمة، ما في شيء اسمه كذا، عليك أن صحيح تطلع بشكل أفقي وبعد كذا عمودي، أفقي وعمودي وهكذا. صحيح. طيب هل في بداية مشروعي أحتاج أني أستقيل من عملي للتفرغ له أو أنتظر إلى ما أوصل لربحية وإنشاء فريق عمل؟ صح، التجارب الأخيرة تقول أستاذة أميرة أن الناس اللي مارسوا البزنس وهم على رأس العمل أكثر نجاحاً من الناس اللي تركوا البزنس، الذي تركوا الوظيفة واتجهوا البزنس. ليش؟ طالما أنت في العمل تشعر بالأمان، يعني لأن لو لا قدر خسر مشروعك أنت ما زلت في أمان، الوظيفة أمان تعتبر. فلذلك أنا لا أنصح صراحة في أن الواحد يترك عمل عشان مشروع صغير. اعرف انك ممكن تقولي والله بتفرغ يا عبد الله لهذا الموضوع، انا قلت لك امنحها 3 ساعات كل يوم، امنحها ساعتين يا جماعه في 20 يوم، 40 ساعه كويسه، ترى 40 ساعه بالشهر على مشروعك ترى جدا ممتازه، بس انك حاول انك يعني تلتزم في هذه الساعتين كل يوم، بيكون عندك ناتج رائع جدا بعد 3 شهور. هذا بخلاف السبت اللي قلت لك انا ارتاح فيه، يعني السبت انت ممكن تداوم دوام كامل في مشروعك، لكن لا انصح نهائيا اذا كنت على رأس وظيفة أنك تطلع من مشروعك.
طيب عندي فكرة مشروع ملابس رياضية، هل المشروع هيكون ناجح؟ إيه إذا كان في فكرة غير تقليدية. طيب هل لرائد الأعمال البدء كموظف؟ رائد الأعمال بدأ يعني هو موظف ويبغى يبدأ في ريادة الأعمال؟ إيه طبعاً إيه، وأنصح فيه ما يطلع من وظيفته يستمر في وظيفته ويبدأ في ريادة الأعمال. بصير رائد أعمال بعد فترة خدمة 8 سنوات في شركة مختصة بالمبيعات والتسويق، هل تقديم الاستقالة من الشركة والبدء بنفسي خطوة جيدة ولا لا؟ لأن لا أجد تقدير خلال هذه الفترة وعندي مهارات وطاقة كبيرة. أعتقد مرتبط بالسؤال اللي قبل شوي. أنا ما أدري وين وصل صراحة بمشروعه، يعني هل هو وصل إلى أنه صار عنده فروع وتوسع برا المدينة وكذا؟ ممكن أقول نعم، خاصة إنه يعاني من مشاكل في العمل، لكن إذا لسه يعني فاتح مكتبه ولسه المشروع قاعد يجيب، ترى لازم يحطها في الميزان، يعني كم قاعد يدخل المشروع، مش فقط يعني المشروع والوظيفة، لا الوظيفة تدخل له الأمانة أول شيء، هذا ترى لا يقاس يعني بثمن، إنه والله عندي أمان على المدى الطويل، عندي راتب بعد التقاعد، عندي كذا كذا كذا، إلا إذا كان مشروعي زي ما قلت لك أستاذة أميرة قاعد يدخل لي مثلا خلينا نقول 150% فوق راتبي، هنا ممكن، لا ممكن مو تاخذ قرار هنا، لا تفكر يعني قبل هالمرحلة هذه، لا تفكر نهائيا. صحيح. طيب هل من الممكن فتح مشروع دون دراسة جدوى؟ لا هي البيانات حقت المشروع في دراسة الجدوى، شلون يعني؟ ما أنا أصلاً لما قدمت عندكم الكورس هذا كان في دراسة جدوى، صح ولا لا أستاذة أميرة؟ من أيه. منكم من الدكتورة شيرين ومن وهذه هي دورة بسيطة جداً وساعتين، يعني صح أن على مشروع تكون أكبر، ولكن دراسة الجدوى معناتها معلومات، إذا أنت ما عندك معلومات مكتوبة ومقروءة لا يمكن تبدأ في البزنس حقك. طيب أستاذ عبد الله، إيش معنى التفاوض؟ التفاوض انك تعرف اول شيء كيف تبيع وكيف تعمل تحالفات مع الاخرين وكيف تتحدث وتنصت وتكون لبق في الحديث وكيف تكون متعاون ودبلوماسي، كيف تنجح في فرض فكرتك على الاخرين، هذا هو كل التفاوض. هل من الممكن الدخول في ريادة الأعمال دون رأس مال؟ لا احنا نقول راس مال بسيط يعني، لكن مثلا استاذه اميره انت ممكن تستثمر في مهاراتك، يعني خلينا نقول مثلا ان استاذه اميره هي مستشاره مثلا في رياده الاعمال او مستشاره مثلا في المبيعات، انت كذا استاذه اميره قد تحتاجين فقط مكتب وايجار مكتب مثلا او ايجار منصه الكترونيه، وممكن من خلال الاستشارات تدخلين على نفسك عائد مادي كويس، هذا اسمه استثمار في الذات يعني، ولذلك أنصح فيه أكثر، يخفف عليك الأعباء المالية. نعم ممكن، ولكن بكل تأكيد في مصاريف أولية تحتاجها، يعني حتى لو كانت على شكل مثلا سجل تجاري ولا وثيقة عمل حر ولا غيرها من الأمور. صحيح. طيب بالنسبة لحضانة الأطفال، هل تعتبر مشروع ناجح أم لا؟ والله جدا نعم، لأن أنا أعرف كثير من الأخوات يعانون من هذا الموضوع، يعني يقول لك أنا ما أدري وين أودي أطفالي وقت الدوام مثلا، فإذا سوق لهذا الموضوع بشكل صحيح وكان في منطقة حيوية مثلا فيها أعمال كثيرة، يعني مثلا أن يعني هذه عشان كذا تجي دراسة جدوى مهمة، خلينا نفترض أن هذه المنطقة الحيوية أنت حطيت فيها الحضانة بحيث مثلا أن فيها خلينا نقول 2000 عاملة 3000 عاملة، ممكن يكون 10% منهم عندهم أطفال، إذا هذا مكان مناسب بحيث أن هي تقريبا تكون عند طفلها لما تجي مثلا تدخل الدوام، إذا تمت القياسات هذه بشكل صحيح ودراستها بشكل وافي ترى ممكن يكون عائدها جدا رائع. يعطيك العافية أستاذ عبد الله الحوطي، كانت محاضرة مثمرة جدا، ويعني المعلومات فيها على قد ما هي الكلام سلس وبسيط لكن الكلام عميق وجدا مفيد. يعني يعطيك العافية، من أمتع الدورات اللي أنا شخصيا حضرتها واللي الحضور كلهم مؤكدين على إنها من أفضل الدورات اللي حضروها. يعطيك ألف عافية. تفضلي دكتورة شيرين.
تمام. المرة التانية طبعا بشكر المستشار عبد الله الفوطي على قبوله الدعوة وعلى الجلسة طبعا المثمرة على مدار ساعتين، يمكن أعلى نسبة حضور لندوات نظمتها من بداية العام الدراسي، فيعني كلنا الحمد لله. متشرفين وفخورين بوجودك، وربنا ينفع بعلم حضرتك دايما، وإن شاء الله ما تكونش بقى المرة يعني الأخيرة، يكون لينا احنا عارفين إن حضرتك عندك خبرات في مجالات متنوعة، فإن شاء الله ما يكونش اللقاء الأخير ونلتقي بيك دايما على خير. فبشكر حضرتك وبشكر كل الحضور وبشكر أستاذة أميرة، شكرا جزيلا. الله يعافيكم، وأنا أشكركم أيضا وبارك الله فيكم. وبإذن الله تعالى إحنا في الشوفة دائما يا دكتورة، في أي عمل إن شاء الله يفيد مجتمعاتنا العربية، بالعكس أنا موجود إن شاء الله في خدمتكم. الله يحفظكم إن شاء الله ويستودعكم الله. مع السلامة أعزائي الحضور، شكرا لكم على حسن استماعكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في ندوة أخرى مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.